دكتور انقطع الصوت. نعم سامعيني كده؟ ايوه كده واضح دكتور. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل ان شاء الله الشيست 2، لان احنا خدته انتوا مع الدكتور سامي شيست 1، وكنت اتكلم فيها الدكتور سامي على الثوراسيك كيج اللي هو القفص الصدري، بيتكون قلنا من عظمه واحده انتيرور اللي هو الاسترنم، ومن ورا كان فيه الثوراسيك فيرتبري، وعلى الجناب الاثنين كان بيبقى كلوزد الثوراسيك كيج ده بالريبس. كده انتوا خدتوا التفاصيل وانواع الريبس وانواع وازاي افرق ما بين الريبس وازاي افرق ما بين بين الثوراسيك فيرتبر. طيب النهارده هنتكلم على الانتركوستال سبيس. يعني ايه انتركوستال سبيس؟ انتركوستال سبيس بمعنى الفراغ اللي ما بين الريبس، يعني دي الاسترنم انتيرور اهي، ومن ورا كان في الثوراسيك فيرتبرا عددهم كام؟ 12. وبعد كده عندي 12 بيرز من الريبس على الناحيتين لاترالي، وعلشان يحصل اقفل الكيش بتاعي الثوراسيك كيش، ولكن ستيل بقى ان انا ما بين الريبس وبعضيها هنا في فراغات، فده اسمه الانتركوستال سبيس. الانتركوستال سبيس ده عشان في ستراكشرز مهمه موجوده جوه الثوراسيك كافيتي اللي هي الهارت واللنج، فربنا سبحانه وتعالى اوجد مجموعه من الستراكشرز اللي هي المسلز والنيرفز والفيزلز، بيبقى فيل السبيس بتوين الانتر فيل الانتركوستال سبيس. معلش انا بعتذر النهارده عندي برد. صوتي واضح كده؟ مفسرين الكلام؟ واضح يا دكتور. تمام، بس هنركز مع بعض شويه في المحاضره دي، هي محتاجه تركيز شويه. طيب هنبدا اول حاجه قلنا ان شاء الله اللي هي الانتركوستال مسل، عشان اقدر اقفل السبيس اللي موجود ما بين الريبس وبعضها. طيب اول مسل موجوده عندي هنا، اول مسل هنا هم اساسا عددهم 3 muscles. بترتبوا ازاي؟ من بره لجوه، from external to internal، من بره لجوه. اول عضله عندي هلاقيها من بره اسمها، حتى من اسمها external intercostal muscle، وادي السهم مشاور عليها، وهنا ادي شكل الفايبر اهي بتاعه المسل اسمها external intercostal muscle. لو انا شلت الاكسترنال intercostal muscle دي، تحتيها في طبقه ثانيه من العضلات اسمها الانترنال intercostal muscles. طيب من جوه هنا الطبقة الثالثة اللي هي اسمها transversus thoracics. transversus thoracics يبقى عندي 3 muscles arranged from external to internal. الاكسترنال intercostal muscle دي الموست external one، لو شلتها هلاقي الانترنال intercostal muscles، لو شلتها هلاقي حاجة اسمها transversus thoracics. ان شاء الله لما توصلوا سنة ثالثة السنة الجاية بإذن واحد أحد، نفس الترتيب المسلز دي هتاخدوها بس في الانتيرور ابدومينال وول، تقريبا بنفس الاسم بس هنشيل كلمة الانتركوستال دي. طيب الترانسفيرسس ثوراسكس ايه حكايتها؟ قال لك دي مجموعة عضلات، يعني هم تقريبا 3 عضلات ما هماش متصلين ببعض. أمال ايه حكايتهم؟ هم 3 سيبريت مسلز، هما التلاتة تحت المسمى بتاعت الترانسفيرسس ثوراسكس. يعني مكانهم فين؟ مكانهم بعد الانترنال انتركوستال مسل. طب انا على اي اساس قلت هما تلاتة؟ على حسب البوزيشن، مكانهم فين. يعني مثلا اول واحده اللي اسمها الاسترنوكوستاليس دي موجوده انتيريور لهنا، من يعني كان اي كان سي ذس مسل فروم، طبعا بكلم على انسايد مش من بره، بس هشوفها في الانتيريور اسبكت هنا في الباك بتاع الاسترنم في عند الزيفويت بروسيس هشوف العضله دي. طيب في عضله ثانيه اسمها السبكوستاليز ماسل، السبكوستاليز ماسل دي من ورا هشوفها بوستيرولي، مش هتبان عندي هنا من قدام. طبعا ده الثوراسيك كيج هنا انتيرولي، في لو بصيت من ورا اسمه البوستيرور اسبكت اوف ذا ثوراسيك كيج، هشوف العضله بتاعت السبكوستاليز. طب الانر موست، الانر موست دي ان بتوين، هو هنا تقريبا بيبين لك مكان الانر موست اللي هي دي الحته اللي باينه عندي دي الانر موست. وعشان اكون صريحه معاكوا اكتر، الانر موست ماسلز في ناس كتيره من العلماء اكتشفوا ان الانر موست ماسل انتركوستال ماسل هي جزء من الانترنال انتركوستال ماسل، ولكن سيبريتد بمين؟ بالفيزلز، بكلمه الفان، الانتركوستال نيرف والانتركوستال ارتري والانتركوستال نيرف فين، هم اللي قسموا لي الانترنال انتركوستال ماسل الى تو بارتس.
عضلة اسمها البروبر انترنال انتركوستال ماسل، والجزء التاني اسمه الانر موست انتركوستال ماسل، عشان يبان لك الشكل ده. يعني بمعنى تاني ان الانر موست انتركوستال ماسل موجودة فين؟ موجودة in the middle part of the thoracic cage. طب والسيرنوكوستاليس في الانتيرور اسبكت، طب السبكوستاليس في البوستيرور اسبكت اوف ذا ثوراسيك كيج، وهنتكلم عليهم بالتفصيل بعد شويه. طيب يبقى كده فهمتوا الخريطه بتاعه المسلز متوزعه ازاي، ده جلوبالي كده بشكل عام انا موزعه المسلز ازاي. طيب ناو وي ويل ستارت فروم، طبعا طالما قلت لك مسل يبقى لازم اتكلم على الاناتومي بتاعنا، الاوريجن والانسرشن والدايركشن. ده هنا بقى هضيف في الجزء ده بتاعت الانتركوستال مسل، هضيف الدايركشن والاكستند، ده مهم جدا، هو ده اللي بلعب عليه انا في امتحاناتكم بتاعه الام سي كيو. طيب هبدا، لكن الاوريجن والانسرشن انتوا عارفين اي عضله اوريجن وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن طبعا، بس ما كناش بنتكلم على الدايركشن ولا الاكستنشن. طيب هبدا بالاكسترنال انتركوستال مسل اللي هي العضله اللي من بره دي، اول واحده طالعه منين؟ زي ما احنا هنا الصوره هي هتتكلم، انت مش هتحفظ اي حاجه. الاوريجن طالعه من اللور بوردر اوف ذا ريب بيلو، لا لحد فين؟ الانسرشن بتاعها رايحه فين؟ رايحه للابر بوردر اوف ذا ريب، يعني من اللور بوردر اوف ذا ريب اباف اهي، رايحه الى الانسرشن بتاعها للور الابر بوردر اوف ذا ريب بيلو، يبقى من هنا لهنا ده الاوريجن وده الانسرشن. يبقى لما اجي اقول لك الاوريجن بتاعت الاكسترنال انتركوستال ماسل هتقول it takes origin from the lower border of the rib above، والانسرشن بيبقى فين؟ into the upper border of the rib below. انا هنا اديتك اكزامبل، طبعا كل الانتركوستال سبيس فيهم نفس الكلام ده. طيب انا عرفت الاكستنشن مع الاوريجن والانسرشن، طب الدايركشن بتاع الفايبرز ده very important، ماشيه اوبليك، المسل دي ماشيه ايه؟ ماشيه اوبليك كده. يعني ايه اوبليك؟ طب ايه يعني، طب لما هي ماشيه اوبليك ايه الدايركشن بتاعت الاوبليكتي بتاعتها؟ ماشيه داونورد فورورد اند ميديالي، داونورد فورورد ميديالي، لكن الدايركشن بتاعها ايه؟ اوبليك، يبقى ماشيه اوبليك داونورد فورورد اند ميديالي. ميديالي لحد فين؟ لحد الكوستو كوندرال جانكشن الحته دي، ما ده طبعا دي الريبس، انت خدته كده خلاص مع دكتور سامي ان دي الريبس، وادي ده الكوستال كارتليج اللي هو ماسك فيه الاسترنم هنا. فهي تفضل العضله ديت ماشيه الفايبرز بتاعتها دايركتد داونوردز، هي ماشيه طبعا لازم نتفق انها اوبليك في البدايه، الدايركشن داونوردز فوروردز اند ميديالي اب تو ذا كوستو كوندرال جانكشن. طب وايه يعني عند الكوستو كوندرال جانكشن؟ عند الكوستو كوندرال جانكشن بتبقى ريبليست اهي بحاجه اسمها الميمبرين، الحته دي ده اسمه ميمبرين، يعني بتبقى مكمله جايه من ورا لحد فين؟ من ورا فين؟ من عند التيوبريكل بتاعت الريبس. فاكرين التيوبريكل؟ فاكرين الريبس؟ مش فيها حاجه اسمها التيوبريكل، ده الانتيرور اند اوف ذا ريبس، وهنا البوستيرور اند، كان في الهيد وفي النك وفي التيوبريكل. يبقى العضله دي جايه من ورا من عند التيوبريكل بتاعت الريبس، وتفضل مكمله ماشيه اوبليك داونورد فورورد اند ميديالي لحد الكوستو كوندرال جانكشن. هنا بقى خلاص ستوب المسلز، ويبقى replaced by membrane. اسمه ايه الممبرين ده؟ اسمه الانتيريور انتركوستال ممبرين او external intercostal membrane، وده كلام MCQ محقق يعني. لما يقول لك لو انا عملت cut here او فتحت بالمشرط هنا في close للسترنم او lateral to the sternum anteriorly what you will found there which structure is present there. ما اقدرش اقول الاكسترنال انتركوستال muscle، لا هقول الاكسترنال انتركوستال ايه؟ ميمبرين، هو اللي موجود في المنطقه دي لاترالي الاسترن. يبقى اذا عرفت اول عضله اسمها الاكسترنال انتركوستال ماسل، الاوريجن بتاعها فروم ذا لور بوردر اوف ذا ريب اباف، وتنتهي في الابر بوردر اوف ذا ريب بيلو، الدايركشن بتاعت الفايبرس اوبليك بتبقى نازله داونورد فورورد ميديالي فروم ذا تيوبريكل اوف ذا ريبس اب تو ذا كوستو كوندرال جانكشن. At the costochondral junction, it replaced by the external or anterior intercostal membrane. كده تمام؟ ايوه تمام يا دكتور. تعالى بقى انا هشيل العضله دي خالص، هرفعها العضله دي وهشوف العضله اللي تحتيها اللي هي الانترنال انتركوستال ماسل. العكس تماما، ليه العكس؟ اصل المنطقه دي شايفين فاضيه، فراغ، سبيس. فسبحان الله من رحمه ربنا بينا ان العضلات عكس بعض عشان تدي سترينث كمان للمكان يعني وقوه.
فاصبح العضله الثانيه اللي بعديها اسمها الانترنال انتركوستال مصل. جايه منين دي بقى، او الاوريجن بتاعها منين؟ انتوا خدتوا برضو في الريبس، والنهارده ان شاء الله هتاخدوا في البراكتيكال حاجه اسمها الكوستال جروف اللي موجود في هنا في الـ 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 في الريبس. فهي طالعه من الروف بتاعت الكوستال جروف فروم سوري من الفلور، من الفلور بتاعت الكوستال جروف اوف ذا ريب اباف to the upper border of the rib below. يبقى الفلور بتاع الكوستال جروف اللي موجود بتاعة الريب أباف to the upper border of the rib below. يبقى الفلور يعني نضيف بس كلمة فلور هنا of the coastal groove of the rib above to an insertion to the upper border of the rib below. الدايركشن نفس الكلام oblique بس العكس، بس العكس يعني إيه العكس؟ ماشية downwards, backward and laterally. العكس دي كانت ماشيه داونوردز فورورد ميديالي اللي هي الاكسترنال، اما الانترنال هتمشي العكس داونورد برضو اوبليك نفس الكلام هي اوبليك بس ماشيه داونوردز باكورد اند لاترالي، ماشيه لللاترال لاترال رايحه لفين ورا عند الانجل بتاعه الريبس، عند الانجل هنا ماشيه تلف لورا لحد ما تلاقي الانجل بتاعه الريبس وراحت وقفت العضله دي. ده بالنسبه لما وقفت عند الانجل. طب مين هيكمل لحد ورا؟ قال لك اللي هيكمل الميمبرين. نفس الكلام اللي كان بيحصل في الاكسترنال هيحصل برضو في الانترنال، هيبقى في حاجه اسمه الميمبرين. بس الميمبرين بقى هنا اسمه ايه؟ اسمه انترنال انتركوستال ميمبر. انا جبتها لك من ورا اهي، ادي المصل هنا. يعني هتبدا من هنا من عند الاسترنال، تبقى بالنسبه لقدام انا بتكلم عن الانترنال انتركوستال مصل. takes origin from the floor of the costal groove of the rib above، والفايبر هتنزل اوبليك داونوردز باكورد to be inserted into the upper border of the rib below. بس الفايبر دايركشن بتاعها فين؟ بتمشي downwards وبتمشي oblique طبعا downwards backward and laterally. طيب المفروض ان هي باديه منين؟ زي ما قلنا من قدام من اللاترال مارجن اوف ذا sternum، بتيجي عند الانجل بتاعه الريبس وريبليس دي بحاجه اسمها الممبرين. بس حط لي في المايند بتاعك هنا الممبرين ده اسمه ايه؟ posterior intercostal membrane او internal intercostal membrane. وقلت لكم ده مجال اسئله الام سي كيو رهيبه في الحته دي، العب فيها هنا زي ما انا عايز. بس خلي بالك حط في دماغك وانت بتذاكر الانترنال intercostal muscle ان هي بتنتهي عند الانجل هنا وبعدين يبدا الممبرين، بس مش continuous مع الفايبرز بتاعت المسلز، يعني في حته جاب كده شويه، انتهت العضله هنا وبعد كده يبدا الايه؟ الممبرين. ده بالنسبه للانترنال انت، وهقول لكم هستعملها في ايه بعد شويه. ده الانترنال انتركوستال مصل. طيب شلت الانترنال انتركوستال مصل، طبعا هم جايبهم لك تاني في صوره واحده. دي الاكسترنال انتركوستال مصل ماشيه اوبليك اهو، وزي ما قلنا جايه من ورا لقدام لحد الكوستو كوندرال جنكشن، وبعد كده تحولت الى ممبرين انتيرور انتركوستال ممبرين. هنا الممبرين كونتينوس مع الفايبرز على طول. لكن الانترنال انتركوستال مصل بتبقى جايه العكس من عند الاسترنم اهو، من اللاترال مارجن اوف ذا سترنم، وبتمشي العضله اوبليك من الفلور بتاعه الكوستال جروف لحد الابر بوردر اوف ذا ريب بيلو، وبتمشي اوبليك داونورد فورورد داونورد باكورد اند لاترالي، ماشيه لورا لحد الانجل زي ما قلنا، وبعد كده تسيب شويه سبيس كده وتبقى تكمل على انها الممبرين. طيب انا عايز اشيل كل دول، هشيل الاكسترنال وهشيل الانترنال وهتكلم على الترانسفيرسس ثراسكس. انا قلت لكم هم ثلاثه وبيتسموا على حسب مكانهم، يعني الاسترنوكوستاليس دي مصر دي كانت انتيريوري قدام، دي لما احب اشوفها اشوفها انتيريوري، اما السبكوستاليس دي هشوفها ورا، دي بوستيريورلي مش باينه في كل الضلوع، باينه ورا وكمان في اللور بارتس اوف دي ثراسيك كيج بوستيرور ثراسيك كيج. طب الانر موست بتبقى ان بتوين ان ذا ميدل، وقلت لكم دي ناس بتعتبرها جزء من الانترنال انتركوستال ماسل. طيب ناخدهم واحده واحده. الاسترنوكوستاليز ماسل دي اول واحده هتكلم عليها اسمها الاسترنوكوستاليز ماسل، انتوا شايفينها بالاحمر دي. ايه هي الاسترنوكوستاليز ماسل؟ الاسترنوكوستاليز ماسل اهي باينه عندك اهي، اهي واخده اوريجين منين؟ انا قلت لكم هي بتبان انتيرور، يعني انا هشوفها من قدام. طبعا المنظر اللي انتم شايفينه ده، ده الباك بتاع، يعني ده الاسترنم وادي الريبس، وده الكوستو كوندرال جانكشن او اللي هم الكوستال كارتليج بتاعه الريبس. خلي بالكم انا من هنا من جوه، يعني انا هنا باصه على الاسترنم فروم انسايد، باصه على الاسترنم فروم انسايد. طيب هي الاوريجن بتاعها طالع منين؟ قال لك من اللور وان ثيرد اوف ذا باك
ايوه صح كده، انا هنا في الباك بتاع السترنم، من الباك اوف ذا بودي اوف ذا سترنم، بس من اللور مش من الابر، من اللور وان ثيرد اوف ذا باك اوف ذا بودي اوف ذا سترنم. وطبعا هنا مين از ديفويد بروسيس. طيب العضله دي رايحه فين؟ ماشيه بقى على شكل فايبرز، شايفين الفايبرز هنا بتبقى اوبليك واضحه طبعا اهو، الدايركشن بتاعها بتبقى ابورد ولاترالي، وتبقى تو سام اكستند هنا تبقى الاوبليكتي بتقل شويه، بتبقى ترانسفيرز تحت هنا. المهم هي الانسرشن بتاعها من كام لكام؟ من 2 الى 6. طبعا انت لو عديت الريبس ادي 1 2 3 4 5 6، طب هنا يبقى بتاخد من 2 و3 و4 و5 و6، ده الانسرشن. يبقى رايحه للكوستال كارتليج تقريبا اهي، كل الكوستال كارتليج بتاع كام؟ من 2 الى 6. طيب الدايركشن بتاع الفايبرز ابورد اند لاترالي، دي اسمها ايه العضله دي؟ اسمها الاسترنوكوستاليس. يبقى الاسترنوكوستاليس مصل ادي الاوريجن بتاعها من اللور وان ثيرد اوف ذا باك اوف ذا سترنم ومن الزيفويد بروسيس. الدايركشن بتاعت الفايبرز بتمشي ابورد اند لاترالي لمين بقى؟ للكوستو كونترال او الكوستال كارتليج بتاع مين؟ من 2 الى 6 ريبس. طيب جميل. العضله الثانيه اللي هي اسمها السب كوستازوركم، دي ما تبانش انتيرور بقى، انا هنا جبت الثراسي الكيش بوستيرولي من ورا ومش ماشيه مع كل الضلوع، هي موجوده في الـ في الـ في الجزء الاخير او في اللور بارتس من الثراسي، من البوستيرور اسبيكت اوف ذا ثراسي الكيش. طيب هي الاوريجن بتاعها جاي منين؟ قال لك بيبقى من الانر سيرفيس اوف وان ريب اباف اهي، يعني مثلا ادي الريبس اهي بتاعتي اهي من ورا، من الـ من ده من الـ من الـ من الانر سيرفيس اوف وان ريب تقريبا بيبقى يعني نير للانجل بتاعت الريبس، ورايحه للانر سيرفيس اوف ذا سكند او ثيرد. هنا مثلا مش بتروح للريب اللي بعديها على طول، لا هتروح للريب رقم 2 او 3 على حسب الدايركشن بتاعها، بس هي رايحه طبعا مين داخله لجوه، داون ووردز اند ميديالي. خلي بالك الدايركشن بتاعت الفايبرز فيري امبورتنت، ودي بيتلعب عليها كتير في الام سي كيو، الدايركشن اوف ذا فايبرز اوف ذيس انتركوستال ماسلز. طيب دي السبكوستاليس ماسل. طب ما الانر موست اللي قلت لك ان هي تقريبا تعتبر جزء من الانترنال انتركوستال، طالعه منين؟ طالعه بصوا هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه على الانترنال انتركوستال هو هو بيتقال على الانر موست. ازاي يعني؟ قال لك الاوريجن طالعه من الكوستال جروف اوف ذا ريب اباف، فاكرين قلنا من الفلور بتاعت الكوستال جروف بتاعت الريب اباف، نفس الكلام، يبقى هي طالعه من الكوستال جروف بتاعت الريب اباف. طب رايحه لمين؟ للابر بوردر اوف ذا ريب بلو، الكلام ده احنا كنا بنتكلم حرفيا عليه في الانترنال انتركوستال. والدايركشن بتاعت الفايبرز كان ايه؟ فاكرين؟ داونوردز باكورد اند لاتري، نفس الكلام نفس الدايركشن، بس الاكستنشن بقى هو اللي مختلف شويه، ان هي موجوده في الميدل تو فورس اوف ذا انتركوستال سبيس. يعني الثانيه العضله اللي هي الانترنال انتركوستال كانت بتكمل لحد الكوست كوندر، كانت العكس، كان الانترنال كانت جايه من اول هنا وتمشي وتكمل لورا، فاكرين لحد الانجل، هي دي بقى ماشي زيها بالظبط، بس هي بتقف هنا في الايه؟ في الميدل تو فورس، بس ان هي موجوده في الميدل تو فورث اوف ذا انتركوستال سبيس. طيب العضله مين اللي بيغذي العضلات دي كلها؟ هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد شويه، الكورسبوندنج انتركوستال نيرفز، ودي هنتكلم عليهم ان ديتيلز. طب ايه الاكشن؟ يعني دول ليهم تو اكشن، يعني اولا البروتكشن، لان انا عندي زي ما قلت لكم فيري امبورتنت ستراكشرز موجودين في الشست اللي هو الهارت واللنج، فبروتكتد باي ذا ماسلز. الحاجه الثانيه ان هم بستخدمهم في الريسبيريشن، دول يعتبروا they are muscles of respiration، وهنشوف ازاي الكلام ده بعد شويه. لحد كده تمام؟ فاهمين المسلز؟ ايوه تمام. تمام نخش بقى هنا نفس الكلام، هو هنا بيعيد نفس الرسومات، دي الاكسترنال انتركوستال ماسل، شايفين الدايركشن بتاعت الفايبرز داونورد فورورد، هي ماشيه اوبليك اند ميديالي، عكسها هنا اللي هي الانترنال انتركوستال، ودي الانر موست بتبقى واخده تقريبا الميدل تو فورس بتاعه الانتركوستال سبيس، وقلت لكم سيباريتد من الانترنال انتركوستال ماسلز بمجموعه الفان اللي هو النيرف والارتري والفين. طيب ده بيعيد بس نفس الصوره. نيجي بقى نتكلم على الميكانيزم اوف ريسبيريشن، طبعا ده مش شغل لنا احنا في الاناتومي، ولا ده الدكتور احمد ان شاء الله هيشرحه لكم بالتفصيل لان ده فيسيولوجي، ولكن انا هدي لك من ناحيه الاناتوميكال فيو يعني. طيب احنا عشان يحصل الريسبيريشن الانسبيريشن والاكسبيريشن لازم ازود الكباسيتي بتاعت الثراسيك كافيتي،
يعني هي اصلا الريسبيريشن بتحصل ان تو فيزز، انسبيريشن واكسبيريشن. في الانسبيريشن بزود الكاباسيتي بتاعت الثوراسيك كافيتي، طب في الاكسبيريشن العكس، بطلع الهواء فبقلل الكاباسيتي عشان العب على الدايمنشن بتاعت الثوراسيك كافيتي. بحتاج ازود ثلاثه دايمنشن، يا اما لونجيتودينال دايمنشن، يا اما انتروبوستيرور دايمنشن، يا اما ترانسفيرس دايمنشن. ايه الفرق بينهم؟ لونجيتودينال يعني من فوق لتحت عشان ازود الكاباسيتي بتاعه الثوراسيك كافيتي فروم ابورد داونورد اوف، او لونجيتودينالي. ده مين ده؟ عندي هنا في هنا ستراكشر اسمه الديافرام، وده هناخده ان شاء الله اخر المحاضره. الديافرام دي عباره عن عضله برضو، فايبرو ماسكولار ستراكشر. فطالما عضله يبقى موجوده ما بين الشست وما بين الابدومين، اذا دي برضو بستخدمها في الريسبيريشن. فالديافرام ده لما بيحصل فيه بيتحقق عضله، بيحصل فيها كونتراكشن وريلاكسيشن، فبتنزل لتحت كده بيحصل، فبتزود الانترو، بتزود اللونجيتودينال دايمنشن بتاعه الثوراسيك كافيتي، يبقى بزوده عن طريق الايه؟ الديافرام. طيب هنا بس حته كده بيقول لك انه انا عندي الريسبيراتوري ريت قد ايه، من 16 الى 20 بير مينت. هتاخدوه في الفسيولوجي، ده بالنسبه للشخص الطبيعي العادي. في الاطفال بيبقى فاستر عن كده وبيبقى سلور عن كده في الالدرلي. طيب اصبح عندي 2 دايم، احنا قلنا عشان ازود الثوراسيك كافيتي محتاجه 3 دايمنشن. لونجيتودين قلنا عن طريق الديافرام، بعد كده عندي انتروبوستيرور وعندي كمان ترانسفيرس دايمنشن. طيب الانتروبوستيرور دايمنشن ده المنظر اللي انتم شايفينه، طبعا انتم شايفين منظر الريبس لما كنا بنتكلم على الريبس، هنا شايفين المنظر ده، ده البوستيرور اند وده الانتيرور اند. فالبوستيرور اند بيبقى هاير في البوزيشن بتاعه عن الانتيرور اند، ملاحظين الحكايه دي؟ هي الريبس ماشيه اوبليك، معلش الريبس ماشيه اوبليك اهي زي ما انتم شايفين، الدايركشن بتاعها ما هياش ترانسفيرز كده، لا دي ماشيه اوبليك شويه بانحناء كده لتحت. فاللي ملاحظ هنا ان البوستيرور اند اعلى من الانتيرور اند، وملاحظ ان الشافت بتاعها لور ذان ذا بوستيرور اند. فاذا لو حصل كونتراكشن في الماسلز دي هتعمل لي اليفيشن لمين؟ اليفيشن لمين؟ لكل الانتركوستالز، بترفع بترفع الريبس لفوق، ومين ماسك؟ هي الريبس ماسكه في مين؟ ماسكه في الاسترنم، فهترفع معاها الاسترنم من لفوق، فهتزود لي الدايمنشن بالانتروبوستيرور دايمتر. يعني هنا بيقول لك ان انا عندي الانتيرور اند بتاعت الريبس لاي ات ذا بلين لور ذان ذا بوستيرور، صح الكلام؟ ما انت عندك الانتيرور بيبقى lower than the posterior. طيب وبعدين ايه يعني ده؟ قال لك ده معناه انه بيحصل elevation للشافت بتاعت الريبس resulting in forward movement of the sternum. النظرية بتاعت ان انا ادي هنا ادي posterior end بتبقى اعلى من anterior end، وانا لو حصل contraction في intercostal muscle هيحصل ايه؟ هيحصل elevation لمين؟ للريبس upward، هياخدوا معاها الاسترنم. لو انا افترضت ان ده الريبس وهنا هيحصل elevation لفوق، فهزود الانتروبوستيرور دايمنشن هنا. النظريه دي اسمها ايه؟ اسمها البامب هاندل موفمنت. يبقى هزود الانتيرور الانتروبوستيرور دايمتر اوف ذا ثوركس عن طريق نظريه اسمها او ميكانيزم اسمه البامب هاندل موفمنت. ده ما تقلقوش، يمكن التشريح ما بيعرفش يتكلم كتير في الفسيولوجي، ولكن هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل مع الدكتور احمد باذن الله. دي اول نظر، دي تاني نظريه اللي هي اسمها البامب هاندل. طب ايه حكايه الترانسفيرس دايمنشن ده؟ ولا حاجه، احنا قلنا الشافت نفس الحكايه، الميد شافت بتاعت الريبس بيبقى بيلو الاندز، وواضح طبعا من الرسمه انه الشافت بتاعت الريبس بيبقى at the lower plane عن الاندز بتاعت الايه؟ بتاعت الريبس. نفس الكلام يعني لو انا اعتبرت الهاند دي بتاعت البوتل دي اعتبرتها هي نفسها الريبس، فشوف الميد شافت هنا بيبقى في بلين اقل من الاندز بتاعه الريبس. فلو انا رفعت الشافت الفوق، الميد شافت الفوق هنا بالكونتراكشن بتاعه الانتركوستال ماسل، هزود الايه؟ هزود الترانسفيرس دايامتر بتاعه الثوراسيك كافيتي، وده بنظريه اسمها الباكيت هاندل موفمنت. يبقى كده انا لعبت على الثلاثه دايمنشن بتوعه الثوراسيك كافيتي، اللونجيتودينال والانتروبوستيرور والترانسفيرس، عن طريق مين؟ الانتركوستال ماسل او الكونتراكشن والريلاكسيشن اوف ذيس انتركوستال ماسلز، عشان كده هم بيعتبروها ماسل اوف ريسبيريشن. طيب كده تمام؟ دكتوره ممكن تعدين اخر نقطه؟ اخر نقطه اللي هو ترانسفيرس دايامتر.
انا هزود الترانسفيرس ديامتر عن طريق الباكيت هاندل موفمنت، ان انا بتعتمد على بس فهمي ان الشافت بتاع او الميد شافت بتاعه الريبس يعني شوفي هي لاي في بلين اقل او لور ذان ذا اندز. يعني مثلا لو انا قلت هو ده الريبس، ده الشافت بتاعها هنا لور وادي الاندز بتاعتها، فلما بيحصل كونتراكشن في الانتركوستال مسل هترفع لي زي بالمنظر ده كده بالظبط، هترفع لي الريبس ابورد، فالشافت هيجي فوق فهيزود الترانسفيرس دايمتر بتاعه الثوراسيك كافيتي. هتاخدوها بالتفصيل ما تقلقوش في الفسيولوجي يعني، بس انا بحبيت بس اديكم مقدمه لحد ما تاخدوها بالتفصيل. طيب كده خلصنا من المسلز وانا استخدمتها في الريسبيريشن ازاي واتكلمنا عليها بالتفصيل. طيب هخش بقى على الستراكشر الثاني اللي موجود في الانتركوستال سبيس اللي هو الانتركوستال نيرفز. طيب احنا هنركز مع بعض في حاجه، انا عندي كام ريبس؟ رايت وليفت، رايت وليفت 12 بيرز، 12 بيرز يعني 12 على اليمين و12 على اليسار. طيب في كام ترو ريبس عندي؟ 14. لا 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 7 7 عندي 7 ايوه. هو يعني ترو ريبس يا اولاد، ترو ريبس يعني معناها ان هي الريب نفسها ماسكه في الاسترنم، فانا لو بصيت على الثوراسيك كافيتي من قدام هلاقي عندي عدد الريبس كلهم عددهم 12 بيرز. طيب لكن اللي ماسك ترو ريبس اللي ماسكين في الاسترنم 7، اعدهم من 1 ل 7. طيب وبعد كده 8 و9 و10 بيبقوا ماسكين ازاي؟ كل واحد ماسك في اللي فوقيه، يعني 10 ماسك في 9 و9 ماسك في 8 و8 ماسك في 7، صح الكلام؟ طب امال 11 و12 بيبقوا ايه؟ بيبقوا فلوتنج. لو انت بصيت معايا في الرقم هنا اهو، شايفين هنا ادي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 لحد 7 هم ماسكين في الاسترنال. طب وبعدين بعد 7 في مين؟ 8 و9 و10، كل واحد ماسك في مين؟ في اللي فوقيه، يعني 10 ماسك في 9 و9 ماسك في 8 و8 ماسك في 7. طب ما ال 11 و12 ورا مش اهو، دول 11 و12 فلوتنج، دول اشوفهم من البوستيرو ما اشوفهمش من الانتيرو. انتوا طبعا انتوا عارفين ان الكلام ده تمام، عشان ده هشتغل عليه بعد شويه، مش انتوا عارفين كده؟ تمام. اذا اصبح عندي متفقين عندي 12 بيرز من السباينال نيرف. طيب هم بقى ايه حكايه السباينال نيرفز دول؟ بيقول لك انت ده السباينال كورد، انا عندي ده دي الفيرتيبرال كانال، انا عندي ده هنا السباينال كورد، المفروض هنا بيطلع من السباينال كورد حاجه اسمها السباينال نيرفز. طيب انا عندي كام ثوراسيك سباينال نيرف؟ 12 بيرز من السباينال نيرفز، لان كل واحد من السباينال نيرفز هيخش في الكورسبوندينج انتركوستال سبيس، وانا عندي 12 ها بيرز من السباينال نيرفز. بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من السباينال كورد. بس ركز معايا بقى، انا ده السباينال كورد اهو بيبقى ليه تو روتس، ليه دورزال روت وفنترال روت عشان اكون السباينال نيرف ده. طيب الدورزال روت ده سنسوري والفنترال روت ده موتور، الاثنين هيطلعوا الدورزال روت والفنترال روت هيطلعوا من السباينال كورد يتحدوا مع بعض عشان يعملوا لي السباينال نيرف، ثوراسيك سباينال نيرف. اول ما بيطلع هنا الثوراسيك سباينال نيرف هيطلع من عايز يخش فين؟ قبل ما يخش على الانتركوستال سبيس هينقسم الى دورزال ريموس وفنترال ريموس. خلي بالك هنا في روتس وهنا في راماي او ريموس، دورزال ريموس وفنترال ريموس. الدورزال ريموس ده بيروح على الباك، ماليش دعوه بيه، ده انسو تماما، ده بيروح يغذي المسلز اوف ذا باك، وانا شغلي هنا مش الباك، انا شغلي مين؟ الانتركوستال مسل. يبقى الانتركوستال مسل الانتركوستال نيرفز بيتكون منين؟ من الفنترال ريموس اوف ذا سباينال ثوراسيك نيرفز. خلاص فهمنا دي؟ يبقى الانتركوستال نيرفز بيتكون من الفنترال ريموس اوف ذا ثوراسيك نيرفز، ثوراسيك سباينال نيرفز. طيب هم عددهم كام؟ 12. لكن هسأل سؤال تاني، هو انت عندك كام سبيس باينين؟ انت عندك 12 ريبس صح؟ بينهم كام سبيس ال 12؟ 11 سبيس. 11، يبقى عندي 11 انتركوستال
نيرف سباينال انتركوستال نيرفز هيخش كل واحد في الكورسبوندنج سبيس، يعني رقم واحد يخش في واحد، رقم اتنين لحد 11. طب انا عندي 12 نيرف، ال 12 ده فين؟ قال لك ده ما بيطلقش عليه خالص اسم انتركوستال نيرف، امال يطلق عليه ايه؟ اسمه سب كوستال نيرف. يبقى افهم بقى دي، ان انا عندي 11 انتركوستال نيرفز صح، كل نيرف هيخش في الكورسبوندنج انتركوستال سبيس، لكن هو في الاناتومي انا عندي 12 عندي 12 سباينال ثوراسيك نيرف، الاخير لا يطلق عليه انتركوستال، وما يطلق عليه ايه؟ سب كوستال. طب وده مكانه فين؟ قال لك تحت الرب الاخير، الرب الاخير اللي هو رقم كام؟ رقم 12. يبقى عندي 11 انتركوستال نيرفز وعندي 12 سباينال ثوراسيك نيرفز، اخر واحد اسمه ايه؟ اسمه سب كوستال نيرف. فهمتوا القصه دي دكتوره؟ ايوه. طب هنقرا الكلام تاني مع بعض. عندي 12 بيرز من السباينال نيرفز في الثوركس، احنا متفقين على القصه دي. كل ثوراسيك نيرف هينقسم الى فينترال ودورزال راماي، احنا قلنا ده الدورزال ريموس وده الفينترال ريموس، انا ماليش دعوه بالدورزال ده، الدورزال ريموس بيروح بوستيري بيغذي ورا وده مش قصتي انا، الفنترال ريموس هو اللي بيمشي انتيريور وبيروح للانتركوستال سبيس، وبالتالي سميته ايه؟ انتركوستال نيرفز. عندي كام انتركوستال نيرفز؟ 11. ليه؟ علشان كل واحد هيخش في الكورسبوندنج انتركوستال سبيس فبياخد رقم، يعني مثلا السباين الاول نيرف الفيرست انتركوستال نيرف هيخش في الفيرست انتركوستال سبيس، وبعد كده الثاني والثالث لحد 11. طب انا عندي 12 ريبس، الاخير هيروح فين؟ هيروح تحت الايه؟ اللاست ريب اللي هو مين؟ رقم 12. فاصلا انا لا اطلق عليه انتركوستال، وما اسميه الاخير ده هسميه سب كوستال نيرف. ليه سميته سب كوستال نيرف؟ لانه ما دخلش في سبيس، هو دخل تحت مين؟ اللاست ريب. فهمتوا القصه؟ يبقى اللعب في الحته دي برضو كتير. الانتركوستال نيرفز ده عباره عن الفنترال ريمس ولا الدورزال ريمس بتاعت السباينال نيرف؟ الفنترال. عددهم كام؟ كام انتركوستال نيرفز عندي؟ 11. هيقول لك الله طب ما انت عندك 12 بيرز، قول له الاخير اسمه ايه؟ سب كوستال. ليه هو سب كوستال؟ لانه ما بيخشش في السبيس، ملوش، ما فيش عندي 12 سبيس، انا عندي 11 انتركوستال سبيس لاني عندي 12 ريبس. فهمنا القصه دي؟ ايوه. طيب تعالوا بقى النيرف ده بيمشي ازاي. احنا الاول قلنا ان النيرف ده عباره عن الفنترال ريموس اوف ذا سباينال ثوراسيك نيرف. طيب وبيخش كل واحد في الكورسبوندنج. نبدا مع الرحله من الاول. لو انا افترضت ده ادي ده كده الفيرتيبرا، وده الفيرتيبرا الكنال، وده السباينال كورد، وقلت لكم في تو روتس هنا اللي هو الدورزال روت والفنترال روت، هيتحدوا مع بعض ويعملوا لي حاجه اسمها السباينال نيرف، ثوراسيك سباينال نيرف. طيب هي بعد كده اول ما بيخرج هنا عايز يخش في الكورسبوندنج انتركوستال سبيس، هينقسم الى دورزال ريموس وفنترال ريموس، وقلنا الدورزال ريموس ده بيغذي ورا والفنترال ريموس هو اللي هيخش عندي في الانتركوستال سبيس. طيب نتفق المنظر اللي انتم شايفينه ده، دي الاكسترنال انتركوستال ماسل. الاولانيه كده احنا كنا بتيجي منين؟ من التيوبريكل بتاعه الريبس وتفضل ماشيه، فاكرين الكلام ده لحد الكوستوكوندرال جنكشن، وبعد كده كانت ريبليسد بمين؟ بالانتيريور او الاكسترنال انتركوستال ميمبرين، فاكرين الكلام ده؟ ايوه ايوه. والعكس وبالعكس بالنسبه للانتركوستال انترنال انتركوستال ماسل، كانت بتبدا لاترال من الاسترنال وتفضل ماشيه هنا لورا لحد الانجل بتاعه الريبس، وقلت لكم بيبقى فيه شويه فراغ هنا كده شويه، وبعدين تكمل على انها ايه؟ البوستيريور او الانترنال انتركوستال ميمبرين، وبتنتهي هنا الايه؟ العضله. طيب اللي حاصل ايه بقى؟ الكورس بتاعه انا مش عايز احفظ، انا عايز افهم الكورس. انا عندي هنا بس انا هنضيف عضلتين هنا عندي، لو انا هنا أنا طبعا ده الاسترنم اهي، فاكرين الاسترنوكوستاليز ماسل؟ لما قلت لكم العضله دي بشوفها انتيريورلي بس هي ليها علاقه بالاسترنم، فدي الاسترنوكوستاليز ماسل. الانر موست ماسل اهي، دي الانر موست ماسل اللي هي كنت بقول لكم ناس بتعتبرها جزء من الانترنال انتركوستال ماسل بس بيفصل بينهم النيرف اهي، فدي وموجوده في الميدل تو فورس بتاعه الانتركوستال سبيس، يبقى دي الانر موست انتركوستال ماسل. لكن دي الاسترنوكوستاليس، ودول الاثنين اللي هم سميتهم ايه انا في الاول؟ سميتهم ايه؟
transversal thoracic muscle صح. في عضلة تالتة كان اسمها ايه؟ السب كوستاليس. ايوه قلت لكم السب كوستاليس دي ما بتبانش هنا ليه؟ لان يعني ديت بتبقى بوستيرولي وفي اللور كمان ريبس، فعشان كده مش هشوفها في المقطع ده. انا جايبه لكم الاسترنم قدام وراجع لورا كده، فانا ماشيه كده من قدام لورا، انا مش هشوف السب كوستاليس، يبقى هشوف الانر موست بس في الميدل تو فورس بتاعه الانتر كوستال سبيس، وهشوف الاسترنو كوستاليس لانها ليها علاقه بالاسترنم في الاوريجين بتاعها. وبعد كده لاترالي في عندي عضله اسمها السيريتس انتيرور ماسل، وانتيرورلي في عضله اسمها البيكتوراليز ميجور ماسل اللي احنا خدناها اللي هي كانت تبع الابر ليم. طيب نمشي بقى كده، احنا فهمنا الخريطه، عايزين نتكلم بقى على الكورس. هو دلوقتي ادي ده الفنترال ريموس بتاع مين؟ بتاعه السباينال ثوراسيك نير انتركوستال نير. طيب لما اول ما دخل لقى نفسه ما بين مين؟ طبعا الرسمه دي، ده انا هنا في منطقه الميديا ستايم، يعني دي هنا البلوره الاول، دي البرايتال بلوره من بره لونها بينك، دي البرايتال بلوره، واللي من جوه دي الفيزرال بلوره، وهنا اللنج طبعا ان بتوين، يعني جواهم في اللنج. طيب يبقى عندي البرايتال بلوره وديت الفيزرال بلوره وهنا اللنج. يبقى النيرف اول ما خرج لقى نفسه ما بين مين؟ البلوره وما بين مين ده؟ الاكسترنال بالظبط، لقى نفسه ما بين البلوره يبقى بوستيرورلي ما بين البلوره وما بين البوستيرور انتركوستال ميمبرين. طيب خلينا نتكلم على الكورس، بعدين هتكلم على البرانش في يعني اول افهمكم الكورس. يبقى ماشي ما بين البلوره وما بين الاكسترنال انتركوستال ميمبرين، او اسمه هنا ده ايه ده؟ ده الانترنال انتركوستال ميمبرين، ماشي ما بين البلوره وما بين الانترنال انتركوستال ميمبرين. وبعد كده هيكمل هيجي عند الانجل هنا، الحته دي فيها شويه جاب، يعني الممبرين مش اديرنت كده زي الصوره للمصل، فهيلاقي نفسه في الحته دي كده فور شورت ديستانس كده، حاجه بسيطه جدا ما بين الاكسترنال وما بين الانترنال، يعني كانه هو كان ماشي هنا كده لقى نفسه ما بين الاكسترنال وبين الانترنال انتركوستال مصل. فبيقول لك دخل جوه، هو عمل بيرسينج، اخترق الانترنال انتركوستال مصل وراح فاصلها الى تو بارتس، عشان كده الناس بتقول ان هو ان الانر موست دي تعتبر جزء من الانترنال. فاذا اصبح هو دلوقتي ما بين فصل الانترنال انتركوستال مصل الى تو بارتس، فبدا يمشي بينهم، يمشي ما بين الانترنال انتركوستال مصل وما بين الانر موست انتركوستال مصل، مشي بينهم اهو زي ما انتم شايفين كده، يفضل ماشي 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 لحد ما يجي قدام عند مين؟ عند الكوست كوندرال جانكشن. هنا لقى نفسه اجين فين؟ ما بين البلوره وما بين مين دي؟ الانترنال انتركوستال مصل. بس كان ايه اللي بيفصله عن البلوره؟ اللي بيفصله عن البلوره العضله اللي اسمها الاسترنو كوستاليس مصل. الاستراكشر اللي انتم شايفينه ده هو فيه هنا حاجه ماشيه بالعرض اسمه الانترنال ثوراسيك ارتري، بيبان مدور كده لان انا عملت له كات سيكشن بالعرض، فعشان كده بيبان مدور اسمه الانترنال ثوراسيك ارتري. يبقى بيجي عند الكوست كوندرال جانكشن وبيبقى بيفصل، يبقى هو بيمشي ما بين البلوره وما بين الانترنال انتركوستال مصل، ويفصل بينهم بين البلوره ما بين الانترنال انتركوستال مصل، بيفصل بينهم الاسترنو كوستاليس والانترنال ثوراسيك ارتري، وبعد كده بيعمل بيرس، هو عايز يبقى ينتهي الترمينيشن بتاعه، عايز يخرج بره، فبيعمل بيرس بيخترق الانترنال انتركوستال مصل وبيخترق الاكسترنال انتركوستال ميمبرين وبيخترق البيكتوراليس ميجور مصل علشان يطلع بره. ده فين؟ في الحته دي ده السكن، هنا دي البيكتوراليس ميجور مصل، هو بيخترق كل العضلات دي عشان ينتهي هنا الترمينيشن، سمى نفسه انتيرير كوتينيوس نيرف، يعني راح يغذي السكن بتاع المنطقه اللي فيها البيكتوراليس ميجور مصل، وكده انتهى النيرف. فهمتوا الكورس سيمبل على قد ما اقدر عشان تبقوا بالرسمه كده فاهمين القصه بتاعه الكورس بتاعه. ممكن تسألين؟ طيب هعيد بسرعة عشان هخش على البرانشز. هو بيطلع أساسا من السباينال كورد باي تو روتس، دورزال وفنترال روت، وبعد كده عايز يخش ليه كده، هينقسم إلى دورزال ريمس وفنترال ريمس. الدورزال ريمس بيبقى في الباك، والفنترال ريمس بيخش الانتركوستال سبيس بتوين الممبرين اللي هو مين ده؟ ده الانترنال انتركوستال ميمبرين وما بين البلورة.
وبعد كده عند الانجل بتاعه الريبس هيمشي ما بين الاكسترنال انتركوستال مسل والانترنال انتركوستال مسل، وبعد كده هو هيخش جوه الانترنال انتركوستال مسل يفصلها الى تو بارتس، الجزء البروبر بتاع الانترنال انتركوستال مسل والانر موست انتركوستال مسل. هيفضل يكمل بينهم كده يمشي لحد ما يجي انتيرولي، هو كان هنا بوستيرولي، لحد ما يجي انتيرولي هنا عند الكوست كوندرال جانكشن اجين، يبقى ما بين البلورة وما بين الانترنال انتركوستال مسل. عند الليفل ده المفروض هنا برضو ممكن يجي لك سؤال في الحتة دي، ايه الستراكشرز which is separating البلورة عن الانترنال انتركوستال مسل anteriorly لما بيجي نير الكوست كوندرال جانكشن؟ هنقول بيفصلوا عن البلورة الاسترنوكوستاليز مسل والانترنال ثوراسيك ارتري. بعد كده بيجي هنا بقى وبيعمل بيرس لكل المسلز اللي موجوده، اللي هم مين بقى؟ اللي هم الانتركوستال مسلز اللي هي الانترنال انتركوستال مسل والاكسترنال انتركوستال ميمبرين والبكتوراليز ميجر مسل، وبيخترق السكين هنا عشان ده ده الترمينيشن بتاعه، الترمينيشن بتاعه اسمه الانتيرور كوتينيوس نيرف، وبيروح للسكين اللي بيغذي المنطقه بتاعه اللي فيها البكتوراليز ميجر مسل. وكده انتهى الكورس بتاع مين؟ بتاعت الانتركوستال نيرف. طيب احنا فهمنا الكورس، عايزين نتكلم بقى على البرانشز بتاع النيرف. طيب ايه هي البرانشز بتاعت النيرف؟ البرانشز بتاعت النيرف زي ما انتم شايفين برضو مش هنحفظ، احنا واحنا ماشيين من فوق لتحت من ورا لقدام كده، هنا اول ما دخل راح هنا لقى في عنده حاجه اسمها السمباثيك جانجليا، هو هيديها برانش قبل ما يخش الجانجلي، هنا بيبقى مايلينيتي يعني بيبقى عليه مايلين يعني لونه ابيض، المايلين شيس ده بيبقى لونه ابيض، فسمى نفسه ايه؟ وايت ريماس كوميونيكيتس. يبقى بيدي اول حاجه وايت ريماس كوميونيكيتس لمين؟ للسمباثيتك جانجل. الفايبرز هتخش جوه تعمل ريلي وتطلع تاني بحاجه اسمها الجري ريماس كوميونيكيتس وترجع تاني جوين للنيرف. يبقى اول برانش ليه اسمه راماي كوميونيكيتس، الاثنين اللي هو الوايت ريماس والجري ريموس كوميونيكيتس لمين؟ للسمباثيتك جانجل. ادي اول برانش. بعد كده هيمشي وهو ماشي هنا كده لاترالي هيدي المسل سراوندنج مسل، بيدي الماسكولار برانش، الماسكولار برانش رايح لمين؟ للانتركوستال مسل كلهم اللي موجودين، بس خلي بالك برضو بيدي معاهم مين؟ السيريتس انتيرور هنا وهو لاترالي، يعني هنا هيدي كل المسلز دي. طيب خلي السيرتس انتيرور على جنب شويه، يعني هو الاول هيدي ماسكولار برانش لكل المسلز اللي هم دول اللي هم الانترنال انتركوستال والاكسترنال انتركوستال والانر موست، كل المسلز اللي هي ايه اللي هو حواليها هيديها. بعد كده هيمشي لاترالي هيدي بقى ده برانش زي ما انتم شايفين، ده اسمه لاترال كوتينيوس برانش، ده هيدي هيخترق كل المسلز اللي هيقابلها اللي هي مين؟ هيخترق الانترنال انتركوستال وهيخترق الاكسترنال انتركوستال والسيريتس انتيرور مسل علشان يروح للسكن اللي موجود في المنطقه بتاعه السيريتس انتيرور مسل وبيغذيها، بيغذي يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه اللاترال كوتينيوس برانش، لاترال كوتينيوس برانش. اللاترال كوتينيوس برانش لما بيجي بينقسم الى تو بارتس، انتيرور بوستيرور بارت اللي ورا وانتيرور بارت اللي قدام، ده ما يهمكش قوي يعني، المهم تبقى عارف ان هو بيدي اللاترال بيدي اللاترال كوتينيوس برانش اللي هو بيخترق المسلز بما فيهم السيريتس انتيريور علشان ينقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن وبيغذي السكين بتاعه المنطقه دي من اللي هو حوالين السيريتس اوفر لايننج السيريتس انتيريور مسل. طيب وبعدين هيكمل، هيفضل يكمل زي ما هو، وزي ما قلنا عند الكوست كوندرال جانكشن ده الترمينيشن بتاعه، المفروض ان هو يخترق برضو المسلز اللي الاقيها قدامه اللي هم مين؟ اللي هم الانترنال انتركوستال والممبرين والبكتوراليس ميجر علشان ينتهي بالانتيرير كوتينيوس ديفيجن او الانتيرير كوتينيوس نيرف، والانتيرير كوتينيوس نيرف ده بينقسم الى اول ما بنلاقي السكين هنا هينقسم الى تو ديفيجن، واحد ميديال وواحد لاترال، هينقسم الى ميديال ديفيجن ولاترال ديفيجن، ده الانتيرير كوتينيوس نيرف وده بيغذي برضه اوفر لايننج سكين في منطقه البكتوراليس ميجر ماسل. طيب سؤالي ليكوا بقى، هل هو كده اكتفى بالبرانشز؟ قال لك لا، ده هو وهو ماشي هنا في الانتركوستال سبيس ادي النيرف الاساسي بتاعي اهو بيدي حاجه اسمه كولاترال ديفيجن. يعني ايه كولاترال برانش؟ كولاترال يعني البرانش موازي، يعني وهو ماشي كده بيدي برانش موازي ليه على الابر بوردر بتاع الريب بيلو، اسمه كولاترال برانش، بيبقى بارلل
للنيرف الرئيسي نفسه، بيبقى ليه نفس الدايركشن وهو جوه نفس السبيس وبيغذي نفس الاستراكشرز، يعني هو ما فيش اي اختلاف، بس تبقى عارف ان هو بيدي حاجه اسمها كولاترال برانش. اذا لو قلت لك عدد لي البرانشز بتاعه الانتركوستال نيرف في كل سبيس، بيدي الراماي كوميونيكينز، بيدي الكولاترال برانش، بيدي الماسكولار برانش، بيدي اللاترال كوتينيوس برانش، وبيدي الانتيرير كوتينيوس برانشز. ها وصلت البرانشز؟ ايوه تمام. انا عندي تعليق بقى على البرانشز. ايه التعليق ده؟ اللي انا قلته ده كله الكورس والديفيجن او البرانشز بتاعه النيرف ده بيتكرر في كل انتركوستال سبيس، بس خلي بالكم من 3 الى 6 من السبيس 3 للسبيس 6 يعني 3 و4 و5 و6 الانتركوستال نيرفز دول سميتهم تيبيكال انتركوستال نيرف. ليه سميتهم تيبيكال؟ لانهم بيدوا الثوركس بس، يعني فاهميني من 3 ل 6 سميتهم تيبيكال انتركوستال نيرفز. ليه؟ لانهم بيغذوا الثوراسيك ستراكشر اونلي يعني، لكن لو 1 و2 بيدي نفس الديفيجن ونفس الاستراكشر بس زياده عليهم حاجات تاني. طالما زودت حاجه تاني غير بره حدود الثوراسيك ستراكشر سميته اتيبيكال. يبقى تاني، يبقى الانتركوستال نيرفز من 3 الى 6 سبيسز دول بيسميهم تيبيكال. تيبيكال ليه؟ لو اتسالت ليه هم تيبيكال، علشان بيغذوا الثوراسيك ستراكشر بس جوه الثوركس فقط. طب ايه يعني جوه الثوركس؟ ما هم خاصين بالثوركس بس. طب 1 و2 و7 ل 11 من تحت؟ قال لك لا، دول بقى بيغذوا نفس الاستراكشر اللي جوه الانتركوستال سبيس بلس حاجات تانية من بره. طالما دخل حاجه تانية من بره سميته اتيبيكال. يبقى السؤال اللي يجيني الاتيبيكال انتركوستال نيرفز، واختار بقى 1 و2 ومن 7 الى 11. فهمتوا معايا؟ فهمت النقطة دي؟ طيب ايوه واضحة. طيب هنفسر بقى ليه سميتهم اتيبيك. مثلا الفيرست ثوراسيك انتركوستال نيرف، فاكرين البريكيال بلكسس؟ مين يقول لي البريكيال بلكسس كانت بتتكون من ايه؟ من C5, C6, C7, T1. إذا عندي برانش من T1 الفنترال ريموس اوف T1 كان بيشارك في عمل البريكيال بلكسس. طب البريكيال بلكسس دي كانت بتغذي مين؟ بس خلاص المسلز اوف ذا ابر لمب. يس، يبقى الفيرست انتركوستال نيرف هنا اللي هو T1 ده ادى منه برانش رايح يشارك في البريكيال بلكسس، إذا أصبح هو بيغذي الأبر ليم. يبقى مع البرانشات اللي كنا بنتكلم عليها في الانتركوستال سبيس كمان متطوع دخل علشان يدي الأبر ليم، إذا أطلق عليه أتيبيكال. أدي واحد. طب السكند انتركوستال نيرف قال لك ده بيغذي المنطقة بتاعت الأكزيلا، يعني لقى نفسه إن هو بيدي برانش للأكزيلا، الستراكشر اللي موجودة في الأكزيلا، لما دخل الأكزيلا يبقى ده كمان إيه؟ غزة ستراكشر اوتسايد الحدود بتاعه الثوركس. طيب بعد اللور 5 اللي هو من 7 ل 11 دول ايه حكايتهم؟ قال لك ولا حاجه، دول بيروحوا بيدوا برانشات علشان يغذوا الايه الابدومن، عشان كده حتى سماهم ثراكو ابدومن النيرفز، يعني بيروحوا للابدومن وبيغذوا بعض الانتيرور ابدومنال وول السكن والستراكشرز، يعني بعض اللايرز اللي موجوده في الانتيرور ابدومنال وول. علشان كده طالما دخل الابدومن في القصه إذا أصبح دول إيه؟ لا يطلق عليهم اسم تيبيكال، يطلق عليهم اسم أتيبيكال. ماشي؟ يبقى بيغذوا مين الأخرانيين دول؟ المسلز أند السكين أوف ذا أنتيرور أبدومينال وول، عشان كده أطلق عليهم أتيبيكال. يبقى أنا برضو ممكن ألعب في الإم سي كيو زي ما أنا عايز. التيبيكال انتركوستال نيرفز من 3 إلى 6 وعرفنا ليه هم تيبيكال، عشان بيغذوا الثوركس أونلي. طب لو أنا في الفيرست أنا بغذي مين؟ بغذي الابر ليمب. طب السكند بغذي مين؟ بغذي الاكزيلا. طب اللور 5 من 7 الى 11 بيغذوا مين؟ بيغذي الانتيرو ابدومينال وول. اذا دول كده سميتهم، ده السبب اللي خلاني سميتهم اتيبيكال انتركوستال نيرفز. تمام؟ ايوه تمام. نخش بقى على قصه تاني اللي هي كده خلصنا المسلز وخلصنا النيرفز، هنخش على الارتريز. طيب انا عشان اشتغل على الارتريز لازم نراجع مع بعض حاجه. انتوا فاكرين لما قلنا لو انا بص على الثراسيك كيج من قدام انتيريرلي
عندي كام سبيس قدام؟ الأول عندي كام ريبس؟ عندي كام ريبس؟ 12 لكن اللي هشوفهم كام؟ كام؟ 10 10 10 10 10 ريبس صح كده؟ صح كده؟ ايوه تمام تمام 10 ريبس فيهم كلام 10 ريبس يبقى معناها في كام سبيس واحد بس يرد عليا كام سبيس قدام؟ قدام 9 9 9 طب لو انا بص ايش من ورا عندي كام عندي كام في 2 ريبس عندي كام عندي كام ريبس 12 كام سبيس سبيس 11 11 يلا نقفل يلا نقفل خلاص يبقى انا عندي دي قاعده بتقول لو انا بص على الثراسي كيج فروم انتيرور من قدام عندي 10 ريبس باينين من 1 الى 10 لان 11 و 12 فلوتنج فمش بيبانوا عندي قدام اذا اصبح عندي كام سبيس قدام 9 سبيس طب لو انا ببص على الثراسي كيج من ورا لا ده انا عندي 12 ريبس باينين وكاملين بينهم كام سبيس بينهم 11 سبيس اذا الانتركوستال ارتريز عددهم كام؟ ورا عددهم 11 لان عندي 11 انتركوستال سبيس. طب انتيرولي عندي كام؟ عندي 9. ليه عندي 9؟ عشان انا عندي اصلا اللي باينين 10 ريبس بينهم 9 سبيسز. فهمنا القاعده؟ بس عشان لسه بنتكلم على القاعده الاساسيه. ده في الاساس، طب عرفينا بقى التفاصيل. شوف الانتيرور يعني انا معناه كده ان انا لما اجي اتكلم على الانتركوستال ارتريز هتكلم على الانتيرور غير البوستيرور. لكن لما كنت بتكلم عن الانتركوستال نيرفز ما كانتش فارقه معايا انتيرو من بوستيرو صح كلام؟ طيب تعالوا بقى للانتركوستال ارتريز زي ما قلنا لو انا بص على الثراسيك كيج انا كده عندي الاسترنوم اهو وهنا الريبس ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6 7 تمام 8 9 10 دول ال 10 اللي باينين ايه انتيرو اللي كده طيب طبعا عندي كام سبيس هنا؟ عندي 9 سبيس طب ركزوا معايا بقى انا عندي خدت الارش اوف ذا اورتا وكان بيطلع هنا برانش من الارش اوف ذا اورتا اسمه السبكليفيان ارتري طبعا انا بتكلم على الناحيه ديت الليفت لكن نفس الكلام بيحصل على الناحيه الرايت يبقى عندي سبكليفيان هنا سبكليفيان فالسبكليفيان ارتري هيدي برانش هنا اسمه ايه البرانش ده اسمه انترنال ثوراسيك ارتري او الانترنال ماماري ارتري يبقى من السبكليفيان ارتري لما بتكلم على الانتيرور ركزوا معايا كل ده فين انا دلوقتي؟ في الانتيرور سبيس صح؟ في الانتيرور ثوراسيك كيج في الانتيرور فيو اوف ذا ثوراسيك كيج طيب هيطلع من السبكليفيان ارتري برانش اسمه انترنال ثوراسيك ارتري ده الانترنال ثوراسيك ارتري بيبقى ماشي بيبقى لاترال لمين؟ للاسترنال بيبقى ماشي بيلو للكوست كوندرال جنكشن كده لحد السبيس نمبر 6 هنا عند السبيس نمبر 6 هيبدا ينقسم الى تو تيرمينال برانش حاجه اسمه الماسكولوفرينيك سوري معلش الماسكولوفرينيك والسوبيريور ايبيجاستريك ارتري تمام ده مين ده؟ ده الانترنال ثوراسيك اللي جاي منين؟ من السبكليفيان ارتري اللي جاي منين ده اساسا؟ من الارش اوف ذا اورتا طيب ايه يعني المشكله دي؟ قال لك ولا حاجه هو الانترنال ثوراسيك ارتري في كل سبيس هيدي اثنين برانش زي ما انتم شايفين كده سماهم ايه الاثنين البرانشز دول؟ سماهم الانتيريور انتركوستال ارتريز يبقى الانترنال ثوراسيك ارتري او الانترنال ميموري ارتري اللي جاي من السبكليفيان ارتري بيدي اثنين انتيريور انتركوستال برانشز او تو انتيريور انتركوستال ارتريز ان ايتش كورسبوندينج مين انتركوستال سبيس فهمنا دي؟ دكتوره هو ينقسم عنده 6 ولا 7 ريب؟ أو يعني هو يفضل ماشي بالمنظر ده لحد 6 وبعد كده يروح ينقسم الى 2 هنقوله بالتفصيل بس انتوا ركزوا معايا ان لحد 6 بيدي 2 اهو وبعد كده هيبدا ينقسم بعد ما يعدي بقى من رقم 6 دي هينقسم الى 2 تيرمينال ديفيجن طيب سؤالي بقى كل سبيس فيه 2 كام ارتري 2 اسمهم ايه الاثنين دول انتيريور انتر كوستال ارتريز يبقى الابر 6 ارتريز
يعني في الأبر 6 سبيس دول هيكون فيهم اثنينات زي ما انتم شايفين هنا. طب اللور 3 يعني بعد انا قلنا لحد 6 بيبقى بيدي الاثنين ديفيجن اهم، دول اسمهم الانتيريور ايه انتركوستال ارتريس، ده لحد الايه سبيس نمبر 6. هيعدي السبيس نمبر 6 وبعد كده هيلاقي مين بقى سبيس، هيبقى فيه هينقسم الى الماسكلوفرينيك والسوبيرور ايبيجاستريك. السوبيرور ايبيجاستريك ده ماليش علاقه بيه، ده بيخش الابدومين ده مش تبعي. لكن الماسكلوفرينيك اللي هو ماشي على المارجن بتاعت الكوستال ارتريس زي ما انتم شايفين كده، ده بيدي مين؟ بيدي هو اللي بيدي البرانشات بقى، بيدي نفس الكلام اثنين برضه الانتيريور انتركوستال ارتريس بس في الايه؟ في اللور 3 سبيسز، يعني رقم كام هنا؟ 7 و8 و9. يبقى سؤالي في الام اس كيو هو السبيس نمبر 9 انتيريورلي بيحتوي على ايه؟ على اثنين انتيريور انتركوستال ارتري، جايين منين؟ من الانترنال ثوراسيك ارتري؟ لا لا الماسكولو فرينك بالظبط كده، وده مجال للايه للخبطه بتاعتكم في الام اس كيو، هيبقى جاي من الماسكولو فرينك ارتري. اذا القاعده بتقول انتيرولي عند 9 انتركوستال سبيس، الابر 6 انتركوستال سبيس ريسيف تو انتيرور انتركوستال ارتريس فروم ذا انترنال ثوراسيك او انترنال ميموري ارتري ويتش از ا برانش فروم ذا سبكليفيان ارتري، بات the last three spaces number 9 8 and 7 receive two division from the musculopharynx artery. ده كلام مهم جدا. يبقى الابر 6 space الانتيرور انتركوستال ارتريس برانشز من الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري، لكن 7 و8 و9 spaces برانشز from the musculopharynx artery. الكلام ده very important وبيتلعب بيه كتير في الام اس كيو. السوبيرور ايبيجاستريك ارتي ده ما يخصنيش نهائي انسوه، بس لازم اقول ان ده الترمينيشن بتاع مين؟ بتاعت الانترنال ثوراسيك. يبقى لحد السبيس 6 طالعين من الانترنال ثوراسيك، من بعد 6 هيطلعوا من مين؟ من المسكلو فريم. تمام كده؟ ايوه طيب نشوف بوستيرور بقى. بوستيرور لا الوضع مش كده. ليه من الوضع مش كده؟ لان انا عندي 12 ريبس واضحين عندي هنا اهو، شايفين على اليمين على الرايت وعلى الليفت في عندي 12 ريبس. طيب ده مين ده؟ ده الاسندنج اورتا، وبعد كده الارش اوف ذا اورتا، وبعد كده ده الديسندنج ثوراسيك اورتا اهو زي ما انتم شايفين. وهنا الدولة انتوا فاكرين انتوا خدتوا الارش اوف ذا اورتا الديفيجن او البرانش الارش اوف ذا اورتا؟ لا ما خدنا. طيب الارش اوف ذا اورتا هيدي هنا ثلاث حاجات مهمين جدا، ده البريكيوسيفاليك وبيدي الليفت كومن كاروتيد وبيدي حاجه اسمها الليفت سبكليفيان. اللي انا يهمني هنا الليفت سبكليفيان، الليفت سبكليفيان بيدي حاجه اسمها كوست سيرفايكال ترانك، والكوست سيرفايكال ترانك ده هو اللي هيبدا يدي الديفيجن بتاعه الكورس. ما احنا قلنا هنا زي ما كان قدام الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري بيدي تو انتيرور انتركوستال ارتس ان ذا كورسبوندينج انتركوستال سبيس، هنا نفس الكلام برضو انا عندي بوستيرور انتركوستال ارتري طالعين، هقول لكم طالعين منين دلوقتي، بيدي كورسبوندينج بوستيرور انتركوستال ارتري. هناك كان اسمه الانتيرور انتركوستال ارتري، هنا اسمه البوستيرور انتركوستال ارتري، بس الفرق هناك كان بيدي اثنين ديفيجن، هنا بيدي واحد. يبقى البوستيرور انتركوستال ارتري عددهم واحد في كل سبيس. طيب يبقى من اول شوفوا بقى انا هقرا معاكم الكلام ده من واحد واحد واثنين الاول لوحديهم الفيرست طبعا على الناحيتين على الرايت وعلى الليفت، الفيرست والسكند طالعين منين؟ من حاجه اسمه السوبيريور انتركوستال ارتري، والسوبيريور انتركوستال ارتري ده جاي منين؟ من الكوستو سيرفايكال ترانك. اللي جاي منين؟ اللي جاي من السبكليفيان، لان انا هنا ده البريكيوسيفاليك. البريكيوسيفاليك بينقسم الى اثنين رايت سبكليفيان ورايت كومن كاروتيد وهكذا، يعني برضو بيحصل نفس الكلام على الناحيه الرايت. فاهميني ولا اتلخبطتوا؟ معلش يا المحاضره طويله شويه، انا بمشي بالراحه عشان تفهموا. ماشيين معايا كده تمام؟ ممكن تعيدين دكتورة؟ بص دلوقتي انا هنتكلم على البوستيرور انتركوستال ارتريس. قلنا ده الارش اوف ذا اورتا بيدي ثلاثه مين ديفيجن، بيدي البريكيوسيفاليك على الناحيه الرايت اهو،
بس البريكيوسفيريك ده بينقسم الى اثنين، حاجه اسمها رايت كومن كاروتيد وحاجه اسمها رايت سبكليفيان ارتري. طيب على الناحيه الثانيه بيدي هنا ده اسمه الليفت كومن كاروتيد وبيدي الليفت سبكليفيان. انا يهمني السبكليفيان، الليفت سبكليفيان هنا والرايت سبكليفيان هنا بيطلع منهم بيدوا حاجه اسمها الكوستو سيرفايكال ترانك. الكوستو سيرفايكال ترانك اللي هو ده بيدي الارتري اللي يهمني انا جدا ده اللي هو السوبيريور انتر كوستال ارتري، سواء على الليفت سايد او على الرايت سايد. طيب انا ليه بقول كده؟ بقول عشان عايزه اعرف البوستيريور انتر كوستال ارتريز طالعين منين. الفيرست والسكند انتر كوستال بوستيريور انتر كوستال ارتري طالعين منين؟ طالعين من السوبيريور انتر كوستال ارتري اللي طالع من الكوست سيرفيكال ترانك اللي طالع من السبكليفيان. فهمنا دي؟ يبقى واحد واثنين، يبقى واحد واثنين فروم سوبيريور كوستال ارتري اللي طالع من الكوست سيرفيكال ترانك، والسكند اللي هو طالع من السكند بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري. القصه اللي انا بحكي فيها من ده واحد واثنين. طيب من 3 ل 11 كله طالع منين بقى؟ طالع من الديسندنج ثوراسيك اورتا على اليمين وعلى الشمال. سهله دي؟ يبقى اللخبطه بس في واحد واثنين. واحد واثنين طالعين منين؟ من السوبيريور انتر كوستال ارتري اللي طالع من الكوستو سيرفيكال ترام اللي طالع من السكند بارت اوف ذا سبكليفيان. طب من 3 الى 11 لحد الاخر طالع منين؟ من الديسندنج ثوراسيك اورتا. فهمنا ده؟ ده البوستيريور انتر كوستال ارتريز. بس انا عايز اقول كلمه صغيره، هو صحيح واحد، يعني هو شايفين ارتري واحد اهو ده بوستيريور انتر كوستال ارتري واحد، بس خلي بالكم بيبقى فيه كولاترال، يعني هو المين ارتري اهو وبيبقى طالع منه كولاترال، لكن هو اساسا البوستيريور انتر كوستال ارتري بيبقى واحد نفسه، ده بيدي هو نفسه بيدي برانش للايه؟ للابر بوردر، في اسمه كولاترال، بيبقى ماسك مع الاساسي. هما الاثنين يمشوا لحد يطلعوا لقدام انتيريورلي عشان يعملوا انستيموزيس مع الانتيريور انتركوستال ارتريز. فهمتوا دي؟ دكتورة يعطينا برانش زيادة؟ اديكوا ايه؟ كل برانش حيعطيني كولاترال برانش؟ ايوه كل واحد منهم بيدي كولاترال، بس حتى يعني هو الاساس انه بيدي واحد بس طالع من الديستندنج ثوراسيك اورتا هنا، لكن هو بيدي كولاترال، كولاترال يعني موازي ليه، والاثنين مع بعض يطلع له قدام عشان يعملوا انستيموزيس مع الانتيريور، مع الاثنين انتيريور انتركوستال ارتريز اللي كانوا طالعين اساسا من ايه؟ في الانتيريور فيو. طب في عندي الارتري اللي هو السبكوستال الاخير رقم 12 طالع منين؟ برضه من الديستندنج ثوراسيك اورتا. طيب يبقى فهمنا الانتيريور والبوستيريور انتركوستال ارتريز، في اي كومنت عليهم؟ انت قلتي انه يطلع من السكند سبكليفيان صح؟ من السبكليفيان السكند بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري اللي هو ده. ايوه الكوستو سيرفايكال هو اللي بيطلع من السكند. طيب تعالوا بعد كده هنتكلم على كده، احنا خلصنا الارتريز، الارتريز واضحه. طب تعالوا بقى لاخر حاجه اللي هي الفينز. نفس الكلام الفينز، انا عندي هتكلم عن الانتيرور، في عندي 9 سبيسز. بوستيرولي عندي كام سبيس؟ 11. تعالوا بقى في الفينز هنعكس، يعني ايه هنعكس؟ مش احنا كنا بنقول ده الانترنال ثوراسيك ارتري، فاكرين لما كان في هنا انترنال ثوراسيك ارتري او انترنال ميموري ارتري قلنا بيمشي لحد السبيس رقم 6 فاكرين؟ وبعد ما يعدي السبيس رقم 6 هينفصل، هينقسم الى تو تيرمينال برانشيت الماسكولوفرينيك والسوبيريور ايبيجاستريك. صح الكلام لحد كده تمام؟ ايوه. طيب في عندي قاعدة في التشريح بتقول ايه؟ انه البيج سايزد ارتري والميديم سايزد ارتري بيمشي معاهم فينز بياخدوا نفس اسمهم، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ ولكن السمول سايزد ارتري بيبقى ماشي معاهم تو فينز اسمهم ايه؟ فينا كومبتنس. تمام كده احنا؟ اسمهم ايه؟ فينا كومبتنس. طيب الانترنال ثوراسيك ارتري ده يعتبر ايه؟ يعتبر ميديم سايزد ارتري. ميديم سايزد ارتري يبقى هيمشي معاه، المفروض يمشي معاه فين باسمه، صح؟ طيب لما يفضل ماشي لحد السبيس رقم 3، من عند السبيس رقم 3 يبدا يبقى حجم الارتري نفسه يصغر، هيبقى سمول سايزد ارتري.
يبقى اللي يمشي حواليه نفس الفين باسمه ولا وينا كوميتنس؟ كوميتنس فينا كوميتنس. طيب يبقى ده معناه ان التو تيرمينال ديفيجن بتاعه الانترنال ثوراسيك ارتري هيبقوا ايه اللي هو الماسكولوفرينيك والسوبيرو ايبيجاستريك بيمشي حواليهم مين؟ فينا كوميتنس، صح كلام؟ طيب عشان كده هنبدا بقى موضوع الفينز من تحت لفوق. انا عندي هنا كان في عندي حاجه اسمه الماسكولوفرينيك ارتري. الماسكولوفرينيك ارتري لان ده سمول سايزد ارتري كان ماشي حواليه اثنين فينز اسمهم الفينا كومبتنس. اذا الفينز اللي موجودين في اللاست 3 سبيسز انتيرور اللي هو 9 و8 و7 سبيسز هيصبوا في مين الفينز دول؟ هيصبوا في الفينا كومبتنس اللي هم سراوندنج الماسكولوفرينيك ارتري، صح؟ يبقى اللور 3 فينز اللي هم في سبيس نمبر 9 و8 و7 هيدرين فين؟ هيصبوا فين؟ في الفينا كوميتنس بتاع مين؟ بتاعه الماسكولوفرينيك ارتري. مقنع ولا لا؟ هم دول الفينا كوميتنس اللي حوالين الماسكولوفرينيك ارتري. فاهمين دي؟ ايوه تمام. تمام. ايوه واضحه. تمام. ايوه تمام. وبعد كده هيطلع بقى الفينا كوميتنس هيفضلوا ماشيين لحد السبيس رقم 3. في السبيس رقم 3 يعني احنا هنا قلنا 9 و8 و7، بعد كده عندك السبيس رقم 6 و5 و4 هيصبوا فين؟ في الفينا كوميتنس which surrounding the internal thoracic artery. واضحه دي؟ لان انا هنا سمول سايز برضو artery، فعشان كده في فينا كوميتنس surrounding the internal thoracic artery. يبقى اللاست 3 veins هيصبوا في الفينا كوميتنس of the musculofrenic artery. وبعد كده الميدل اللي هو من كام لكام؟ 6 و5 و4 هيصبوا في الفينا كوميتنس of the internal thoracic artery. طيب من السبيس الثالث بقى 3 و2 و1 هيصبوا فين؟ هيصبوا فين؟ قال لك الفينا كوميتنس اللي كان حوالين الانترنال ثوراسيك ارتري هيتحدوا مع بعض كوميونيكيز عشان يعملوا لي مين؟ الانترنال ثوراسيك فين. يبقى الابر 3 فينز هيدرين فين؟ في الانترنال ثوراسيك فين اللي في الاخر هيصب في حاجه اسمه الايه؟ الايه؟ البريكيوسيفاليك فين او الانمونيد فين. ها؟ فهمت؟ انت تمام. ايوه خلاص. يبقى انا الميدل الميدل باللغه ممكن تبيها بس على السريع. حاضر. انا دلوقتي بتكلم على الانتيرور انتركوستال فينز. الانتيرور انتركوستال فينز لو انا انتيرورلي قلنا من تحت لفوق اللور 3 سبيسز 9 8 و7 هيصبوا في الفينا كوميتنس which is surrounding the musculofrenic artery. وبعد كده من 6 و5 و4 هيصبوا في الفينا كوميتنس of the internal thoracic artery. اما الابر 3 فينز اللي هم 3 و2 و1 هيصبوا في مين؟ هيصبوا في ان الفينا كوميتنس اللي كانوا سراوندنج الانترنال ثوراسيك ارتري هيحصل فيهم كوميونيكيشن عشان يعملوا الانترنال ثوراسيك فين، وده اللي بيصب فيه الابر 3 فينز. طب هو نفسه الانترنال ثوراسيك فين ده هيصب فين؟ هيصب في حاجه اسمها الكورسبوندنج بريكيوسيفاليك فين. تمام؟ ده انتيرو. طب بوستيرولي الوضع مختلف تماما. كده حفظتوا انتيرور؟ خلاص سهله بالنسبه لكم الانتيرور؟ ايوه ايوه ايوه. بوستيرور بقى ايه الحكايه دي؟ بصوا هي سهله بس محتاجه شويه تركزوا معايا. بس بوستيرولي هنا انا في الاول خالص عندي حاجه اسمها الرايت والليفت بريكيوسيفاليك فين. ده اسمه رايت بريكيوسيفاليك فين وهنا الليفت بريكيوسيفاليك بين. الاثنين هيتحدوا مع بعض عشان يعملوا السوبيرور فينا كابا. عارف فاكرين السوبيرور فينا كابا اللي كان بيفتح في الهارت وبيجي له تحت من الابدومين حاجه اسمه الانفيرور فينا كابا. في فين بيربط ما بين السوبيرور فينا كابا والانفيرور فينا كابا اسمه ايه؟ اسمه الازايجوس فين. الازايجوس فين ده عشان يدخل يصب في السوبيرور فينا كابا بيعمل ارش اسمه الارش اوف ازايجوس. فهمنا القاعده دي خلاص؟ ايوه تمام. إيه. نعم
ممكن تساعدينا اخر نقطه بس؟ حاضر. انا هنا بوستيرولي، بوستيرولي بيبقى عندي الرايت بريكيوسيفاليك فين والليفت بريكيوسيفاليك فين، الاثنين هيتحدوا مع بعض هيعملوا السوبيريور فينا كاف، وبيجي لهم فين من تحت من الابدومن اسمه الانفيرور فينا كاف، بيربط ما بين السوبيريور فينا كافا والانفيرور فينا كافا حاجه اسمه الازايجوس فين او الفينا ازايجوس، براحتكم تقولوا كده صح وكده صح. طيب احنا قلنا الازايجوس فين عشان يفتح او جوين في السوبيريور فينا كافا بيكون عن طريق ارش اسمه الارش اوف ازايجوس. طيب نركز بقى، لو فهمنا القاعده دي كل الكلام هيبقى سهل. نيجي للفيرست، هو ده الفيرست رايت والفيرست ليفت اللي هو مين ده؟ الفيرست بوستيرور انتركوستال فين هيدرين فين؟ هيصب فين؟ في الكورسبوندينج بريكيوسيفاليك فين، بمعنى الفيرست رايت بوستيرور انتركوستال فين هيدرين في الرايت بريكيوسيفاليك فين. طب والليفت هيعمل دريننج في مين؟ في الليفت بريكيوسيفاليك فين، يعني كورسبوندينج بريكيوسيفاليك فين. طب 2 و3 هيتحدوا مع بعض هيعملوا لي فين؟ على الرايت هيعمل لي رايت سوبيرور انتركوستال فين، وعلى الليفت هيعمل ليفت سوبيرور انتركوستال فين. طب ده هيصب فين وده هيصب فين؟ لو انا على الرايت سايد هيصب لي في الارش اوف ازايجوس فين. طب لو انا على الليفت، ما هنا ما فيش ارش بقى لان الارش موجود على الرايت سايد فقط، او الازايجوس فين ده على الرايت سايد فقط، فهتلاقي بيصب في الكورسبوندنج مين؟ ليفت بريكيوسيفاليك فين. فاهمين الحته دي؟ واضحه يا دكتور. تعالى بقى من 4 ل 11، لو انا على الرايت سايد من 4 ل 11 وكمان معاهم 12، بس انا 12 مش هسميه انتركوستال عشان كده ده بنحطه لوحده يعني. لو انا من 4 الى 11 بوستيرور انتركوستال فين دول هيصبوا كلهم في، لو هم رايت سايد في الازايجوس. طب لو انا على الليفت من 4 الى 8 هيتحدوا مع بعض هيعملوا لي حاجه اسمها السوبيريور هيمي ازايجوس. السوبيريور هيمي ازايجوس ده بيصب في الازايجوس برضه. طب لو انا من 9 الى 11 هيتجمعوا برضه مع بعض هيعملوا حاجه اسمها الانفيريور هيمي ازايجوس وبرضه هيصبوا في الازايجوس. ده الخريطه بتاعه. طب السب كوستال هيصب في، لو انا على الرايت هيصب في الازايجوس، لو انا على الليفت هيصب في الانفيريور هيمي ازايجوس وبرضه بطريقه غير مباشره هيصب في الازايجوس فين. يبقى ده البوستيرور انتركوستال فينز. واضحه الخريطه؟ دكتور ممكن دكتور نعم ها هعدي اللي بعديها. لا اخر الاضلاع كده. اخر أرب... اخر ايه؟ عندك 9 و10 و11 هيتجمعوا مع بعض هيعملوا لي الانفيريور هيمي ازايجوس اللي هيصب فيه الازايجوس فين برضه. ده البوستيرور انتركوستال فينز. طيب بسرعه احنا هنراجع بقى دلوقتي الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري احنا خدناه مع بعض. انا بس هنا جمعته لكم بس ان هو فاكرين اللي كنا بنقول السبكليفيان ده كان بيدي برانش اسمه الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري ارتري طالع من الفيرست بارت اوف ذا سبكليفيان ارتري بيجي في السبيس نمبر 6. طبعا الكورس بتاعه فاكرين لما قلت لكم بينزل ديسند بيهايند ذا ميديال اند اوف ذا كلافيكل والمفروض ان هو بينزل فيرتيكالي 1 سنتيمتر بيبقى ماشي 1 سنتيمتر لاترال للاسترنم بيهايند الابر 6 كوستال كارتليج. ده الكورس بتاعه، كلمه الكورس هنا ان هو ماشي لاترال للاسترنم بيهايند الابر 6 كوستال كارتليج. بعد كده بيخش ايه بلو التيرمينيشن بتاعه بينتهي فين؟ زي ما قلنا في ال 6 انتركوستال سبيس ان هو بينقسم الى سوبيريور ايبيجاسترو ده بيخش الابدومين والماسكولوفرينيك بيبقى ماشي على الكوستو كوندرال جنكشن بتاعه الثوركس. طب ايه البرانشات بتاعته دي كلها قلناها انتيرور انتركوستال فاكرين لما كنا بيقول بيدي اتنينات هنا اللي هم اسمهم الانتيرور انتركوستال ارتريس وبيدي التو تيرمينال برانشز بتوع الماسكولوفرينيك والسوبيريور ايبيجاستريك دول تعرفهم لي يعني البيرفوريتنج والبيركاردياكو بريكاردياكو فرينيك نيرف والميديا سباينال ميديسنال ارتري اعرفهم لي اسماء يعني دي البرانشات بتاعه الانترنال ثوراسيك تبقى عارفين اسماء البرانشز بتاعه يعني خلاص. يبقى الانتيرور انتركوستال اتكلمنا عليهم بالتفصيل والتو تيرمينال برانش الماسكول فرينيك والسوبيريور ايبيجاستريك الثلاثه الباقيين اللي هي البيرفوريتنج دول وبيدي الميديا سباينال لو بيغذي الميديا سباينال ستراكشر والبركاردياكو فرينيك ارتري بيركاردياكو فرينيك ارتري.
ده بالنسبه لي انا، ده اللي عايزاكم تعرفوه بس في الانترنال ثوراسيك ارتري. الانترنال ثوراسيك او الانترنال ميموري فين برضو اتكلمت عليه، فاكرين لما كنا بنتكلم على، لما قلنا هنا ده كله مراجعه بدايته منين؟ كان من ال in the third space by union by two vena. فاكرين الحته دي لما كنا بنتكلم في space number three، لما كان ال vena combatants which surrounding the internal thoracic artery يحصل فيهم communication او union عشان يعملوا لي حاجه اسمها ال internal thoracic vein. وقلنا ان هو بيصب في مين؟ في البريكيوسيفاليك فين، هنا في البريكيوسيفاليك فين. طبعا الرايت على الرايت والليفت على الليفت. بالنسبه للترايبيوتريس اللي بيصبوا فيه نفس، بصوا هنا الابر 3 فاكرين الكلام ده، كان بيصب فيه الابر 3 انتيرور انتركوستال فينز، تمام. اما الباقي ده كله البرانشز اوف ذا، مين دول برانشز اوف مين دول؟ انترنال ثوراسيك ارتري، البرفوريتنج فينز والبركاردياكو فرينيك فينز والميدياستاينال فينز والفينا كوميتنس اوف ذا انترنال ثوراسيك ارتري، دول المصبات او الترايبيوتريز بتاعه الانترنال ميموري، انترنال ميموري فين او انترنال ثوراسيك فين. لحد كده تمام؟ ايوه تمام ايوه. هننهي المحاضره دي بقى، معلش هي طويله شويه بس فاهمينها. ايوه انا بس عشان الدور الشديد فانا بحاول والله، بس اتمنى يكون انا وصلت اللي انا عايزه اوصله. يعني دلوقتي هننهي المحاضره بالديافرام. ايه الديافرام ده؟ الديافرام ده ليه انا هديه هنا؟ هديه عشان دي واحده من ضمن المسلز اوف ريسبيريشن. ما احنا قلنا الميكانيزم اوف ريسبيريشن، كنا بنتكلم في اول المحاضره عن الانتركوستال مسلز بالتفصيل والاكشن بتاعها والدايركشن بتاعت الريبس ومش عارف الكلام اللي حكينا الميكانيزم اوف ريسبيريشن. وقلت لكم في عضله لما كنا بنتكلم على اللونجيتودينال دايمنشن او اللونجيتودينال كاباسيتي اوف ذا ثوراسيك كافيتي، كنا بنتكلم على عضله اسمها الديافرام. اذا لازم اخد الديافرام ده بالتفصيل. الديافرام عباره عن ايه؟ عباره عن ماسكلو فايبرس بارتيشن. كلمه بارتيشن هنا ماسكلو فايبرس يعني حته مصل وحته فايبرس، فعلا هو فعلا مصلز هنا وفي حته فايبرس اللي هو الانسرشن في النص. بارتيشن يعني ان هو فاصل ما بين مين وبين، ما بين الثوراسيك كافيتي وما بين الابدومينال كافيتي، هو بيفصل ما بين الثوراسيك والابدومينال كافيتي. طيب بما انه بارتيشن يا اولاد، يبقى معناه ان الدايره دي كلها اللي هي موجوده فين المفروض دي؟ في الابدومين؟ لا، في الثوراسيك اوتلي. يعني انا دلوقتي هو بيفصل ما بين الثوراكس والابدومين. اذا لو انا بتكلم على الثوراسيك كيج، انا كده بص على الثوراكس من تحت، كان انا الشخص ده نايم على ظهره وانا بص على الشيست كافيتي بتاعه او الثوراسيك كافيتي من تحت. فاذا هي عباره عن الثوراسيك اوتلت، المخرج بتاع الثوراكس هنا. المخرج بتاع الثوراكس هنا لازم كله يتغطى، يعني ما ينفعش نقول انه اللي في سبيس ما بين الثوراكس وما بين الابدومين. فعشان اغطي كل السبيس ده اتوجد عضله اسمها الديافرام. طيب بما انها مصل يبقى لازم يكون ليها ايه؟ اوريجين وانسرشن، طالما عضله. طيب ركزوا معايا بقى في الاوريجين والانسرشن، هي لها ثلاثه اوريجين. بصوا يا جماعه، انا هنا قدام ده الاسترنم وده الكوستال مارجن اللي هو الكوستال كارتليج او الكوستال كوستو كوندرال جنكشن بتاعت الريبس، كل ده لحد هنا كده ماشي. يبقى ده الاسترنم انتيرورلي وده اللاترالي هنا الكوستال مارجن. طيب تعالوا بقى ورا، ده دي الفيرتبرا صح؟ طيب ما بين الفيرتبرا وما بين الكوستال مارجن هنا كل ده فاضي فراغ، ينفع يكون في فتحه ما بين الثوركس والابدومين؟ لا. لا لا لا، عشان كده اتوجد مين؟ الديافرام. طب برضو احكي لي حكايه الاورجن، ما انا مش فاهماها. هنبدا حته حته. لو انا انتيرور هنا اسمها الاسترنال اند، الاسترنال اند ادي العضله الدايركشن بتاعها ايه؟ لورا باكورد، يعني المفروض ان هي طالعه من الباك اوف ذا زيفويد بروسيس بتاعت الاسترنم. هو ده الاسترنم، من الباك بتاعت الزيفويد بروسيس هتطلع الايه اول جزء في عضله الديافرام وبتمشي لقدام، بتمشي سوري لورا، بتمشي باكوردز اهي، لان ده الانسرشن بتاع العضله. طب الكوستال ولا حاجه، اهو من الكوستال هنا ده من الانر سيرفيس او ذا لور 6 كوستال كارتليج،
على الناحيتين اللور 6 كوستال كارتليج هنا زي ما انتم شايفين الحته دي، ده برضو بيدي ايه؟ بيدي اوريجن اهي العضله اهي ماشيه عندي ورايحه برضو ناحيه السنترال بورشن. طب نيجي للجزء اللي ورا ده اسمه الفيرتبرال اوريجن، وده اللي رخم بقى في الموضوع. الفيرتبرال اوريجن عشان يحصل، بصوا يا جماعه، بيحصل بخمس حاجات. ايه هم الخمس حاجات دول؟ اولا زي ما انتم شايفين دي مين ده؟ دي الفيرتبرا، دي اللمبر فيرتبرا. عددهم كام اللمبر فيرتبرا؟ عددهم خمسه. فبيقول لك انه من السايد بتاعه اللمبر فيرتبرا نمبر 1 و2 و3 بيطلع حاجه اسمه رايت تراس، اللي هو ده. شايفين يعني حته فليشي، حته مصل كده اسمها رايت. عندي اثنين كروره هنا، هتكتب لك اثنين كروره، واحده رايت وواحده ليفت. السنجل اسمها كراس، يبقى انا عندي رايت كراس وليفت كراس، او اثنين كروره. طالعين منين اثنين كروره؟ الرايت كروره طالعه من السايد وول بتاع مين؟ بتاعه البودي اوف ذا فيرست سكند اند ثيرد لمبر فيرتبرا، وهي بتمشي كده تلف حوالين الفتحه دي، فتحه الاسوفيجس، هتلف حوالين فتحه الاسوفيجس وترجع تاني تمسك في الرايت كراس. طب وبالنسبه للليفت كروره، الليفت كروره اللي هي سوري الكروره على الليفت سايد بقى، على الليفت طالعه من السايد وول اوف ذا فيرست اند سكند لمبر فيرتبرا، بس فيرست وسكند لمبر فيرتبرا هتلف كده، هتطلع من السايد وول بتاع الفيرست والسكند عشان كده، وكده تطلع لفوق اهي رايحه ناحيه برضو ده الانسرشن بتاعهم، ده السنترال تندون اللي هو الانسرشن. يبقى ده اول جزء في الفيرتبرال اوريجين من باي تو كروره رايت اند ليفت. الرايت كروره طالعه من السايد وول اوف ذا فيرست سكند اند ثيرد لمبر فيرتبرا، عشان كده هي اكبر من الليفت كروره طالعه من السايد وول اوف ذا فيرست اند سكند لمبر فيرتبرا. طب ايه كمان؟ طب ما لسه في سبيس، ما انت طلعتي لي هنا حته مصل وهنا مصل، طب والباقي ده فين؟ ده هنا مفتوح. قال لك في حاجه اسمها الاركويت ليجامنت. ايه الاركويت ليجامنت؟ ليجامنت اللي هو الوتد اللي انتم عارفينه، اركويت ليجامنت. ففي عندي من الرايت كروس او من الرايت كروره لحد الترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا، في حاجه اللي هو في حاجه اسمها الميديال كروه، ده ميديال اركويت ليجامنت على الناحيه، وده اسم يبقى ده رايت ميديال اركويت ليجامنت وده ليفت ميديال اركويت ليجامنت. وبعد كده من الترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا لحد الكوستال مارجن هنا بيبقى في اللاترال رايت اركويت ليجامنت، وهنا في برضه نفس الكلام الليفت لاترال اركويت ليجامنت. طب الاثنين كروره دول بيربط بينهم حاجه اسمها الميديان اركويت ليجامنت، يبقى دول الخمسه اركويت ليجامنت. طب نشوفها في رسمه ثاني. الفيرتبرال اوريجن عباره عن اثنين كروره، في رايت كروس وليفت كروس. الرايت كروس اهو كلمه كروس يعني حته لحمه كده طالعه، حته فليشي طالعه منين دي؟ طالعه من السايد بتاعت الابر 3 لمبر فيرتبرا، زي ما قلت لكم ادي دي اللمبر فيرتبرا، من السايد اوف ذا ابر 3 لمبر فيرتبرا 1 و2 و3. طب الليفت كروس طالعه منين؟ من السايد اوف ذا ابر يعني 1 و2 لمبر فيرتبرا. طب الاركويت ليجامنت في الميديان، الميديان اللي بيربط الاثنين اللي هو الابيض ده بيربط الاثنين كروره، الرايت كروره الرايت كروس بالليفت كروس يربط بينهم الميديان اركويت ليجامنت. طب في اثنين ميديال وفي اثنين لاترال على الناحيتين، الميديال اركويت ليجامنت ده بيجي منين لفين؟ كونكتنج الكروس للتيب اوف ذا ترانزفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لمبر فيرتبرا. طب واللاترال بيكمل من التيب بتاعه الفيرست لمبر فيرتبرا الى الكوستال تيب اوف ذا ترانزفيرس بروسيس لحد اللمبر فيرتبرا to the last rib لحد اخر rib هنا. يبقى من الترانزفيرسال بروسيس تيب اوف ذا ترانزفيرسال بروسيس يعني نهايه الميديال اركويت ليجامنت لحد التيب بتاعه مين اللاست rib هنا. فكده انا قفلت الايه السبيس اللي ورا بالاثنين كروره وبالخمسه اركويت ليجامنت، ميديان اركويت ليجامنت وميديان اركويت ليجامنت اثنين ولاترال اركويت ليجامنت. كده انا قفلت كل الفيرتبرال بارت من ورا وكلهم هيتجهوا الى المنتصف هنا اسمه السنترال تندون اوف ذا ديافرام. فهمتوا الاوريجن؟ دكتوره ممكن تعدين الميديال اركويت ليجامنت؟ الميديان اللي هو بيربط بين التو كروره
ده الميديان. اما الميديال فبيجيب من الكروس نفسها ورايح للتيب اوف ذا ترانسفيرس بروسيس اوف ذا فيرست لامبر فيرتبرا. خلاص. طيب تعالوا بقى للانسرشن اللي هو نهايه المسلز دي كلها. زي ما انتم شايفين اللي طالعه من الاسترنم ماشيه باكوردز، واللي طالعه من الفيرتبرال اند ماشيه فوروردز، واللي طالعه من الاسترن من الكوستال مانجن ماشيه هنا اهي فورورد عشان تروح ناحيه السنترال بورشن. فالديافرام بينتهي في حاجه اسمها السنترال تندون. هي فعلا تندون اهو لونه ابيض، ده التندون اسمه السنترال تندون اوف ذا ديافرام. بيبقى يو شيب ستراكشر زي ما انتم شايفين كده، والدايركشن بتاعت الكونكافيتي بتاعته بتبقى باكوردز. اهم حاجه ان هو عامل زي ورقه الشجر كده، ده هتشوفوه ان شاء الله في البراكتيكال العملي بتاعنا بتاع التشريح باذن واحد احد، انه السنترال تندون بيبقى ليه تو حاجه اسمها الكوبيلا رايت كوبيلا، يعني زي القبه كده هتشوفوها في الاناتومي، رايت كوبيلا وليفت كوبيلا. وكلمه كوبيلا يعني زي عارفين القبه يعني زي ما نكون ارتفاع كده، يعني الرايت دايما اعلى من الليفت. يعني ايه اعلى؟ الرايت كوبيلا عشان هنا في الليفر عند الناحيه اليمين، فتلاقي الرايت كوبيلا الليفر هو عامل لها بوشنج شويه لفوق، فبيروح لحد يمتد لحد الفيفث ريب، ده الرايت كوبيلا. طب والليفت كوبيلا في الفيفث انتركوستال، هو ايه الفرق؟ ما هو الريب الاول بعد تحتيها الانتركوستال سبيس، فعشان كده الرايت كوبيلا اعلى من الليفت كوبيلا. يعني الرايت كوبيلا بتوصل لحد الفيفث رايت ريب، تحتيها السبيس بيبقى فيه الليفت كوبيلا. مين اللي بيغذي الديافرام؟ الفرينك نيرف واللور 6 ثوراسيك نيرف. ايه الاكشن بتاع الديافرام؟ طبعا في الانسبيريشن زي ما قلنا بيزود المين؟ بيزود مين؟ الكاباسيتي اوف ذا ثوراك. اللونجيتيودنال كاباسيتي اوف ذا ثوراسيك كافيتي. طيب انا يهمني بقى في الديافرام تبقى فاهم الاوريجن، فهمت الاوريجن؟ يهمني بقى انه في فتحات موجوده في الديافرام. ايه الفتحات اللي موجوده في الديافرام ده؟ بيقول لك في فتحات، حاجه اسمها ميجر اوبننج وحاجه اسمها الماينر اوبننج. دول مهمين بقى يا جماعه، هو ده اللي بتتسالوا فيه في الام سي كيو، الميجر اند ماينر اوبننج اوف ذا ديافرام. طيب انا طبعا لو قعدت احكي بكره في الجدول مش هتفهموني غير لو انا بصيت على الرسم. بص يا اولاد ادي الرسمه اهي، ده انا عندي ثلاث فتحات زي شايفين تحت بعض، بس خلي بالكم فرق بينهم اتنين اتنين اتنين. بمعنى دي فتحه الانفيرور فينا كافا، يعني الانفيرور فينا كافا عشان يجي من الابدومن يخش على الثوركس فوق عشان يصب في الهارت بيبقى ليه فتحه في الديافرام. الفتحه دي بتبقى عاليه هنا. يعني ايه عاليه؟ لما اقول لك فتحه الانفيرور بالنكابه عند الليفل اوف كام، ده اللي بيجي لك في امتحان الام سي كيو، الاوبننج اوف ذا انفيرور بالنكابه ات ذا ليفل اوف تي 1 يبقى عند عند تي 8، يبقى ثوراسيك 8 بيبقى فيه الاوبننج بتاع مين؟ بتاعه الانفيرور بالنكابه. طب الاوسوفيجاس عند كام؟ عند 10، زود 2 وانت طالع عند 10. طب الاورطه اللي هي اخر واحده دي الاورطه عند مين؟ عند تي 12. يبقى اذا هنا تي 8 دي فتحه الانفيرور بالنكافه. طيب عند تي 10 بيبقى فتحه الاسوفيجس، عند تي 12 هيبقى فتحه مين؟ الاورطه. طيب بس ده اللي يجيني يعني، بس يعني نتكلم شويه تفاصيل بسيطه. يعني لو انا الانفيرور بالنكافه، لو قال لك اوصف لي الفتحه بتاعت الانفيرور بالنكافه هتقول لي ولا حاجه، هي 1 انش بتاعت الانفيرور بالنكافه. بس انا لو حبيت اوصفها بيقول لك رايت تو ذا ميديان بلين عن في يعني موجوده في السنترال تندون. ما انا هنا في السنترال تندون اهو، وده الميديان بلين، هي بتبقى تقريبا اون ذا رايت اوف ذا ميديان بلين بس في السنترال ايه؟ في السنترال تندون بتاعه الديافرام. طب لو قلت لك اوصف لي الفتحه بتاعه الاورطه هتوصفها ازاي؟ اللي هي عند كام؟ عند تي 12. فين فتحه الاورطه؟ ادي فتحه الاورطه اهي عند تي 12، هي موجوده في الميد لاين اهي، موجوده في الميد لاين بس ديب لمين؟ للميديان اركويت ليجمنت، صح؟ ما ده الميديان اركويت، فاكرين ده؟ ده الميديان اركويت ليجمنت، هي بيلو الميديان اركويت ليجمنت. طب لو قلت لك اوصف فتحه الاسوفيجس هتقول لي ايه؟ سراوندينج باي ذا رايت كراس، مش ذا رايت كراس اهو، بيبقى الاسوفيجيال اوبننج بتبقى سراوندينج باي ذا رايت كراس. طيب 1 انش تو ذا ليفت اوف ذا ميديان بلين،
to the left of the median plane surrounding by the right cross. طيب ايه كمان ممكن يجيني في الحته دي اسئله؟ يجيني ايه الاستراكشرز اللي بتعدي، يعني هل الفتحه بتاعت الاورطه بيعدي فيها الاورطه بس ولا في حاجه ثانيه معاها؟ لا بيعدي معاها الفينا ازايجوس والثراستيك داكت. يبقى تحفظ الفتحه مكانها فين وعند الليفل كام، وتحفظ كمان ايه الاستراكشرز اللي بتعدي. يعني مثلا لو انا قلت لك الاورطه الاورتيك اوبننج، طبعا لو قلت لك ايه اللي بيعدي في الاورتيك اوبننج اكيد الاورطه اللي هي الابدومنا الاورطه، طبعا ها الابدومنا الاورطه هي اللي بتعدي، بس لا في حاجه اسمها الفينا ازايجوس اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، وبعد كده في حاجه اسمها الثوراسيك داكت. طيب الفتحه الثانيه اللي هي فتحه الاسوفيجس، مين اللي بيعدي الاسوفيجس؟ مين مع الاسوفيجس؟ الفيجاي اللي هو الجاستريك نيرفز. مين كمان؟ الاسوفيجيال فيزلز بيعدوا مع فتحه الاسوفيجس. عند الليفل بتاع كام هنا؟ تي كام دي؟ 10 10 الانفيرور بالنكافه. عند الليفل اوف تي 8 مين بيعدي مع الانفيرور بالنكافه؟ قال لك الايه؟ الرايت فرينك نيرف والليمف فيزلز فروم ذا بير اريا اوف ذا ليفر. ايه البير اريا اوف ذا ليفر ده؟ ده هناخده ان شاء الله شويه كده قدام. في حته في الليفر اسمها البير اريا، دي بيكون فيها في ليمفاتكس جايين من البير اريا اوف ذا، بيعدوا جوه مع الفتحه بتاعه الانفيرور فينكاف. بس ده المطلوب مني على قد الجدول اللي انا كنت اللي هو ده. تبقوا عارفين كل اوبننج، تبقى عارفين كل اوبننج وايه الحاجات هنا في الجدول ده، تحفظوه صم بقى. هنا انا حاولت افهم يعني على قد ما اقدر ان الفينا كافل عند كام ووصف الفتحه بتاعتها، يعني تحفظ لي الحاجه اللاند مارك. يعني هنا مثلا في السنترال تندون، ده بالنسبه لفتحه الفينا كافل هي في السنترال تندون وعلى الرايت من الميديان ايه؟ من الميديان بلين، ودي الحاجات اللي بتعدي الانفيرو فينا كافا والرايت فرينك والليمفاتكس فروم ذا بير اريا اوف ذا ليفر. لو انا اسوفيجيال اوبننج عند تي 12 والمفروض ان هي سراوندنج باي ذا رايت كراس، بيعدي الاسوفيجاس والاثنين جاست والفيجاي اللي هم الجاستريك نيرفز والاسوفيجيال فيزنس. لو انا عند فتحه الاورطه دي عند تي 12 دي اخر واحده تحت او الموست لور 1، بتبقى ديب للميديان اركويت ليجامنت، وده الحاجات اللي بتعدي في الفتحه الابدومنا الاورطة الفينا ازايجوس اند الثوراسيك داكت. طيب دي اسمها الميجر اوبننج اوف ذا ديافرام. بس كده قال لك معلش حاجه تضغط. انا طبعا هنا رسمه توضيحيه مش اكتر، ده الاسترنم وادي الديافرام اهو. عندي تي 8 كان فتحه الانفيرور فينا كافا، الاورطة كانت عند 12 اما الاسوفيجاس كان عند 10. ده بس التوضيحي لله برسم بخط الايد كده. يعني هنا بقى الماينور اوبننج ده تحفظ لي اسماء فقط، يعني عشان ده برضو ممكن الام سي كيو او الام اي كيو على فكره، ايه الاستراكشرز او ايه الحاجات اللي بتعدي في الماينور اوبننج اوف ذا ديافرام، تحفظ لي اسمائهم بس. السوبيريور ايبيجاستريك فيزل، الماسكولوفرينيك فيزلز، اللور 5 انتركوستال نيرفز فيزلز اند نيرفز، السبكوستال نيرف فيزلز، السمباثيك تشين والسبلانكينج نيرفز والانفيرور هيمي ازايجوس والليفت فرينك. خلي بالك هنا الحته دي مهم، الليفت فرينك بيعدي كماينور لكن الرايت فرينك كان فين؟ دي حته بنلعب عليها في الام سي كيو. الرايت فرينك كان فين؟ كان مع فتحه الفينا كافا. خدتوا بالكم من دي؟ يعني الرايت فرينك بيعدي من فتحه الانفيرور فينا كافا اللي هي عند تي كام؟ 8، لكن الليفت كان بيعدي فين؟ من الماينور اوبننج بتاعه الدايفرام، يعني مش من نفس الفتحه. يبقى اذا في الشريحه دي مش هقول لك اوصف لي الوصف ده، لا انا عايز اعرف بس الاستراكشرز اللي بيعدوا في الماينور اوبننج بتاعه الدايفرام. سوبيريور ايبيجاستريك فيزل، ماسكولوفرينيك فيزلز، لور 5 انتركوستال فيزلز اند نيرفز، سبكوستال نيرف اند فيزلز، السمباثيك تشين والسوس ميجور، في عضله اسمها سوس ميجور مسل، سبلانكينيك نيرف، انفيرور هيمي ازايجوس، والليفت فرينك نيرف. وده اهمهم لان ده قلت لكم يلخبط في الام سي كيو. كده انا خلصت والمحاضره معلش هي طويله شويه بس اتمنى نكون فهمناها كويس. دكتور عندي سؤال. ايوه اتفضلي. دكتور في الديافرام سلايد 27 في الانسيرشن ما فهمت فكرة الكوبل لما تكون فوق وتحت، لما شرحتيها ما قدرت افهم. الكوبولا
طيب الكوبيولا اللي هتشوفيها في المشرحة النهاردة إن شاء الله، إن أنا عندي الديافرام لما تحطيه في وضعه الطبيعي هتبص تلاقي ليه كوبيولا بمعنى ارتفاع، يعني قبتين، ما عرفش تعرفوا القبة، طيب الانتفاخ، يعني هيكون في انتفاخ وانتفاخ ليفت، ماشي؟ وفي النص هتلاقيه ستريت، يعني هتشوفيها النهاردة. الارتفاع دايما الرايت كوبيولا بتوصل لحد الفيفث ريب، اما الليفت كوبيلا بتبقى عند الليفل بتاعه الفيفث انتركوستال سبيس. فعشان كده بنقول ان الرايت كوبيلا بيبقى مور هاير عن الليفت كوبيلا. لما تشوفيها النهارده في المشرحه بحط ايدك على الرايت والليفت كوبيلا هتلاحظي الفرق بينهم، ان الرايت كوبيلا اعلى. ده لما كنا بنتكلم على السنترال تندون او الانسرشن بتاعه الماسلز بتاعه الديافرام، ده عشان حركه الريسبيريشن، يعني هيبان النهارده لما تشوفيه باذن الله هتفهمي كلامي يعني باذن الله. في اي كومنت اخر يا اولاد على المحاضره؟ في اي تعليق؟ في اي سؤال؟ انا بصراحه جبت اخري في المحاضره دي، يعني حاولت اوصلها على قد ما اقدر، بس ان شاء الله تكون وصلت زي ما انا عايزه يعني. ايه دكتوره يعطيك العافيه. الله يعافيكم يا اولاد. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. النهارده ركزوا شويه في المشرحه عشان تعرفوا انواع الريبس، مهمه جدا، وانواع الفيرتبرا، الثراسي الفيرتبرا بتجيني في الامتحان، وبيجيني انواع الريبس في الامتحان، ازاي افرق ما بين الفيرست والسكند والتيبيكال والاتيبيكال، ده كلام بيجي لك، والديافرام تشوفوا شكل الديافرام كويس، دي حاجات بتجيني في الامتحان، والاسترنم كبون يعني ثراسي كيج از هول يعني. يلا وبالتوفيق ان شاء الله.